مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده وملعب البلد. النهارده عندنا كلام كتير جدا فيما يخص القسمين الثاني والثالث، وكلما اقتربت المحطات الاخيره كلما زادت المنافسه اشتعالا. اخطاء تحكيميه لكنها غير مقصوده بكل تاكيد. حكامنا دايما باكد ان هم من الحكام المشهود لهم بالنزاهه. ممكن حكم يخطئ في كره، في تسلل، في هدف، في ركلة الجزاء، لكن هو خطأ غير مقصود بالمرة. هنعرض النهاردة نادي المنصورة اشتكى انه كان له ركلة جزاء وكان له هدف اتحسب تسلل، فده كله هنعرض كل هذه الحالات التحكيمية. وكلنا او بقول دايما ان احنا على مسافة واحدة من الجميع، وده كله هيكون معايا كابتن علاء نوح المدير الفني الكبير، وايضا كابتن اكرامي عبد العزيز نجم غزل المحله، وايضا المدير الفني للعديد من الانديه. لكن عاوز ابدا بكلمتين لازم يتقالوا فيما يخص منتخب مصر للشباب تحت 20 سنه. ايوه، المردود غير طيب بالمره حتى الان. تعادل مع موزمبيق في المباراه الاولى، هزيمه من نيجيريا بهدف مقابل لا شيء في المباراه الثانيه، وعندك مباراه ثالثه امام السنغال يوم السبت في تمام السادسة السابعة مساء عفوا بتوقيت القاهرة. هل هزيمة المنتخب في المباراة الماضية وتعادله يفقدنا الأمل تماما؟ لا، طالما الكرة لسه في الملعب يبقى الأمل موجود. الأمل وارد جدا على الرغم من قوة المنتخب السنغالي اللي فاز على موزمبيق 3 وفاز على نيجيريا 1، لكن طالما الكرة لسه في الملعب يبقى في أمل. اوعى تفقد الامل. 11 لاعب قدام 11 لاعب، يفرق ان انت تكون 11 راجل في الملعب، وده اللي احنا اكدناه لمنتخبنا النهارده في التدريب في ملعب في استاد الكليه الحربيه وفي الفندق الاقامه لما كنا موجودين معاهم. 11 راجل قدام منتخب قوي هو منتخب السنغال، وعندك امثله كتيره جدا. المغرب شفناها في كاس العالم، احرجت وفازت على منتخبات كبيره للغايه. هتتوقف على حالة اللاعب يوم المباراة. حاجة تانية برضو اللي أنا عاوز أتكلم فيها، كل النهاردة طالع تقطيع في الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمود جابر، وده أبدا لا يليق إطلاقا إطلاقا. مدير فني شغال معاه كابتن حمدي حمدان وكابتن كرم مرسي وكابتن إيهاب جلال، مجموعة محترمة للغاية، وبتبذل كل ما لديها من جهد عشان تقدر تعمل حاجة مع المنتخب. ما هو ده المنتخب اللي كان موجود في البطولة العربية وفاز على الجزائر وفاز على المغرب وصعد للمباراة النهائية واتهزم من السعودية بركلات الترجيح وقدم مباريات أكثر من رائعة. هو ده المنتخب اللي كان موجود، هو ده المنتخب اللي عمل مباريات كتيرة جدا وفاز في العديد جدا من المباريات. وبالتالي الهجمة الشرسة على الجهاز الفني والبطولة لسه في الملعب، ده شيء غير منطقي بالمرة. شيء غير منطقي بالمرة. البعض يقول لك من اتحاد الكورة ممثلا في الدكتور جمال محمد علي صرح تصريح، أنا سألت في الموضوع ده، قال لك الدكتور جمال ما قالش كده، ما قالش المعنى اللي الناس كلها خدته إن هو الراجل عامل إيه دلوقتي. الجهاز الفني الحالي سواء كان ده أو الكابتن محمد وهبة في 2006 كانوا موجودين من أيام اللجنة الثلاثية واختيار موفق. شوف انا بقولها لكم، كابتن محمد وهبة رغم خروجه مع منتخب 2006 ده واحد من افضل المدربين اللي انت تستمتع بشغلهم، والمنتخب بتاع 2006 ده لعب 15 مباراه، فاز في 12 مباراه واتغلب في 3 في مسيرته، فاز في 12 مباراه وتهزم في 3، ومعانا في مجموعه من اللاعبين المميزين اللي ان شاء الله هيكونوا موجودين ايضا مع منتخب 2005. فكان اختيار موفق، اختيار الكابتن محمد وهبة من المهندس احمد مجاهد. شوف انا بقولها لكم صريحة. اختيار موفق ايضا كابتن محمود جابر، مدرب كويس جدا وبيشتغل بقلبه وبيبقى على اخره، لكن ممكن اللعيب مبقاش موفق في المباراه ولا في اتنين، لكن طالما ان الكره في الملعب ولسه موجوده ولسه في امل لازم نكونوا خلف جهازنا الفني وخلف اولادنا. ده لسه صغيرين في السن، لازم ان احنا شخصيتهم تبنى، ولازم ان احنا نقول لهم لا، ولازم نشجعهم، ولازم نقول لهم ان انتوا رجاله وان انتوا قادرين على العبور. وياما مرات البدايات كانت سيئه مع كثير من المنتخبات وبعد كده انطلقت. يعني انا هقول لك منتخبنا الاول في الكاميرون في البطوله الاخيره، المنتخب الكبير مع
مستر كارلوس كروش. اتهزم من نيجيريا في اول مباراه 1-0، وفوزنا فوز باهت على غينيا بيساوي 1-0 المباراه الثانيه، والانتقادات كانت على اخرها هزيمه وفوز 1-0 على غينيا بالعافيه، وبعد كده حققنا فوز على السودان 1، صعدنا للدور الثاني، فوزنا على كوت ديفوار، فوزنا على المغرب، فوزنا على الكاميرون في الكاميرون، وخسرنا من السنغال في المباراه النهائيه بركلات الترجيح. في نسخه 2020-21 في دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي صعد كثاني المجموعه في النسختين في 2020-21، ومع ذلك توج باللقب. في 86 منتخب مصر اتهزم في السنغال في المباراه الاولى وفاز بالبطوله في النهائي اللي كانت بتقام هنا في القاهره. في نسخه 2019 في الكونفدراليه نادي الزمالك انهى الدور الاول برصيد 2-2، ومع ذلك توج باللقب في نهايه المشوار. فيا جماعه ارجوكم بلاش النقد الشديد، استنوا لما البطوله تخلص ونشوف. وفقوا في الصعود خير وبركه، لم يوفقوا في الصعود يبقى نشوف ايه اللي حصل ونبتدي نحاسب بعض ونشوف ايه الاخطاء اللي موجوده عندنا، نشوف ايه اللي موجود عندنا في قطاعات الناشئين، وازاي نقدر ان احنا نطور قطاعات الناشئين ونبني اجيال متعاقبه. وانا زي ما قلت لحضراتكم البناء ما بيكونش في يوم وليله ولا في سنه ولا في اتنين. الجزائر قفلت على نفسها 4 سنين، السنغال قفلت على نفسها كتير عشان توصل للمستوى اللي هي وصلت له بتخطيط. تقول لي طب انت لا، اقول لك لا، في تخطيط وتخطيط على اعلى مستوى، وبعد هيكون في منتخبات 2005 و2007 و2008 وفي معايير. الدكتور جمال، ارجع للتصريح اللي نسب للدكتور جمال. الدكتور جمال بيتكلم على ايه؟ على ان هو دلوقتي عشان هتختار جهاز فني لاي منتخب من المنتخبات اللي هتشكل سواء كان 5 أو 7 أو 8 هيكون وفق اسس علميه، استماره موجوده، وهنشوف المدرب ده في الحته دي حقق ايه؟ في بطولاته ايه؟ لعب قد ايه؟ دوراته التدريبيه ايه؟ في مجال الناشئين عمل ايه؟ هنبتدي كل حاجه هتكون بحسابات دقيقه، لان انا مع السيد وزير الشباب والرياضه مفيش اي واحد هيرتقي ان هو يكون مدير فني لمنتخب من المنتخبات المصريه الا وفق اسس علمية صحيحة، عشان لما نيجي نحاسب نحاسب صح. تمام؟ لكن أنا ما بقولش إن الاختيارات السابقة في الكابتن محمد محمود جابر أو الكابتن وهبة كانت خطأ، لا، ده أنا بقول لكم أنا عاشرت كابتن محمد وهبة، راجل لعب 15 مباراة فاز ب 12 واتهزم في 3، وواحد من أفضل المدربين اللي أنا شفتهم فكر وتدريب وكل شيء. كابتن جابر عامل نجاحاته في البطولة العربية شفناه. فأرجوكم يعني اما يكون الراجل في بطوله ودخل على مباراه مصيريه بتحدد مصير جيل، اقول له لا انت ما تنفعش، وانت لا، ده انا لازم اقول له احنا وراك وكل مصر وراك، وان شاء الله باذن الله نعبر هذه المحنه وتكون دافع ان احنا نتقدم في البطوله ان شاء الله باذن الله. والولاد النهارده يعني عندهم اصرار وحاسين باللي هم فيه والموقف اللي هم حطوا نفسهم فيه، فان شاء الله باذن الله نستطيع العبور في مباراة السنغال يوم السبت بإذن الله، وبعد كده نبقى نشوف إيه اللي عندنا وإيه الأخطاء ونقدر نحن نقدر نحن نعالج هذه الأخطاء. لكن ما يحدث من يعني تصريحات تسيء للراجل وللجهاز الفني، لا، أنا غير راضي عنها بالمرة، وأنا بقول على لساني ما نسب للدكتور جمال علي، جمال محمد علي، مدير الإدارة الفنية للمدربين في الاتحاد المصري، ما كانش يوصف بداية أبدا. الراجل بيقول إحنا حاليا عاملين استمارة على أساس هيتم اختيار المدربين، والكابتن محمود جابر ما خضعش لهذه الاستمارة لأنه كان معين منذ قبل، ولكن إحنا شفنا إن الراجل قادر على إن هو يستمر مع المنتخب، مفيش أي مشكلة خالص. لكن بقى اللي يقعد يقول لك أحسن جه عشان فلان وابن فلان وعلى إيه؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده مين عاقل اللي يقول كده؟ مين عاقل اللي يقول كده؟ ومن قال ان كابتن محمد صلاح بيتدخل من قريب او من بعيد؟ الراجل في حته تانية وناجح ومركز في شغله، بلاش الحاجه الحلوه اللي عندنا نقطع فيها، بلاش الحاجه الحلوه اللي عندنا اللي احنا بنفتخر بيها في كل مكان نقطع فيها، خلوه رمز للاجيال اللي طالعه. ده اللي انا حبيت ابدا بيه. طبعا موقف المجموعات حتى الان، مجموعتنا طبعا موزمبيق خسرت من السنغال 0-3، ونيجيريا فازت على مصر 1، وترتيب المجموعة السنغال عندها 6 نقاط ضمنت الصعود، ونيجيريا عندها 3 نقاط، مصر نقطة واحدة، موزمبيق نقطة واحدة. نيجيريا هتقابل موزمبيق والسنغال هتقابل مصر يوم السبت إن شاء الله. المجموعة الثانية أفريقيا الوسطى النهاردة فازت اتغلبت من جنوب السودان 0-1، والكونغو اتعادل 2-2 مع أوغندا. كده
المجموعة دي أوغندا والكونغو 4 نقاط، وجنوب السودان 3 نقاط، وإفريقيا الوسطى بدون رصيد. المجموعة الثالثة بكرة إن شاء الله هتلعب، هيكون فيها تونس مع بنين وزامبيا مع جامبيا. جامبيا 3 نقاط بعد فوزها على تونس، زامبيا نقطة واحدة وبنين نقطة واحدة، وتونس بدون رصيد من النقاط. طبعا احنا عارفين اللي هما بياخدوا الأول والثاني من كل مجموعة، وأفضل 2 توالت من الـ3 مجموعات. المباريات القادمة هتكون مجموعتنا مصر مع السنغال، موزمبيق مع نيجيريا يوم السبت، بعدها اليوم التالي هيكون جمهورية افريقيا الوسطى مع الكونغو، افريقيا الوسطى زي ما قلت لكم بدون رصيد والكونغو عندها 4 نقاط، وعندنا بعد كده اوغندا مع جنوب السودان. اوغندا عندها 4 نقاط وجنوب السودان عندها 3 نقاط. هي دي المباراة اللي هتكون مهمة، نتمنى فيها يعني اوغندا وجنوب السودان، يهمنا ان اوغندا هي اللي تفوز عشان جنوب السودان تتوقف عند 3 نقاط، وفي حالة فوزك يبقى انت الصاعد ان شاء الله. وبعد كده هيكون المجموعة الثالثة والأخيرة في اسكندرية، جامبيا مع بنين وتونس مع زامبيا. طيب ده فيما يخص هذا الأمر. البعض برضو قاعد يتكلم ويقول لك افتتاح البطولة والمنظر ومش عارف ايه الاتحاد الافريقي، والبعض قال لك ان الاتحاد الافريقي بعت لمصر من فترة قد ايه. الاتحاد الافريقي اتفق على ان المباراة تقام في تمام الرابعة عصرا. طلبنا الاتحاد المصري ان المباراة تكون مساء عشان يكون في حفل افتتاح والعاب نارية يليق وكذا، قال لك لا، 4 عصرا بتسلمني الملعب الساعة 3:15 و10 دقائق فقط هو زمن الافتتاح. 10 دقائق لا اول ولا اخر. وده كان قرارات من الاتحاد الافريقي وليس من الاتحاد المصري لكرة القدم برضو عشان اللي بيتكلم. عموما ان شاء الله باذن الله تعدي على خير، ويستطيع منتخب مصر يوم السبت القادم تقديم افضل صورة تليق باسم منتخب مصر إن شاء الله رب العالمين. وزي ما بقول، ما هو قادم إن شاء الله هيكون أفضل على مستوى قطاعات الناشئين. طيب عندنا طبعا يوم السبت هيبقى يوم بيحدد حاجات كتيرة جدا للكرة المصرية في المعترك الإفريقي. الأهلي هيقابل صن داونز في استاد السلام، والزمالك هيقابل الترجي في تونس. الزمالك طبعا مباراته الأخيرة كانت يوم الجمعة الماضية في ليبيا في استاد شهداء بنينة في بنغازي أمام المريخ السوداني، وانتهت المباراة للأسف بالتعادل السلبي بدون أهداف بعد ما خسر الزمالك مباراته الأولى أمام شباب بوليزداد. مباراة صعبة أمام الترجي، أيوة صعبة، لكن زي ما قلت حالة اللاعب يوميها والتوفيق اللي من عند ربنا سبحانه وتعالى، الزمالك بيضم كتيبة من النجوم الكبار جدا، قادر على العودة بـ3 نقاط لو في إرادة وفي عزيمة وفي إصرار، واللي يعني استجمع ذاكرة الانتصارات، وانه بيمثل فريق كبير جدا اسمه نادي الزمالك. ده اللي يحتاجه الزمالك في مباراة السبت امام فريق الترجي التونسي، والمباراة هتكون في تمام السادسة. طيب الاهلي مع صن داونز، الاهلي في مفاجأة كبيرة جدا خسر مباراته الاولى امام فريق الهلال في ام درمان، وشفنا الاحداث اللي شابت هذا اللقاء. صن داونز فريق كبير وفاز المباراتين الاثنين، عنده 6 نقاط، لكن لما فريق كبير يقابل فريق بحجم النادي الاهلي فهو ايضا الكبير وكبير القاره الافريقيه. فانا ما عنديش شك ان الاهلي ان شاء الله هيقدم مباراه كبيره جدا، وهيسعد جماهيره العريضه بتحقيق اول 3 نقاط، وان شاء الله الاهلي قادر على الانتصار. لكن انا عاوز بس اتكلم عن مباراه السودان. هي مباراه في كره القدم، أساء الجانب السوداني في استقبال النادي الأهلي جانب نادي الهلال، لكن ده ما يمنحش أبدا أن الرياضة مش عاوزينها تعكر أبدا صفو علاقات شعبين كبيرين زي مصر والسودان، بتربطهم علاقات وأواصر نسب ومصاهرات وكل شيء جميل على مدار التاريخ مع دولة السودان الشقيقة. فالأهلي دايما مضياف، الأهلي دائما مضياف، حتى وإن أسيء إليه بيحسن استقبال ضيوفه، عادة مصر دائما. فمش عايز اللي حصل ايام زمان امام منتخب مصر والجزائر وتوتر العلاقات نلاقيه بين مصر والسودان. دلوقتي العلاقات بيننا وبين الجزائر على افضل ما يكون، وبقول ان مصر علاقتها رجعت بكافة الدول علاقات حميمية. فانا عاوز الرياضة تكون دافع في هذا المجال، ما تعملش صورة سلبية، وان شاء الله باذن الله يعبر النادي الاهلي ونادي الزمالك ومنتخب مصر يوم السبت القادم. طيب
عاوزين نتكلم عن المباراة دي. هتقول الكابتن محمد عودة يا جماعة على التليفون لو سمحتوا. منتخب مصر معانا؟ طيب، أنا شرفت بزيارة ليبيا الشقيقة بنغازي على مدار 3 أيام هذا الأسبوع، والتقيت بنجم من نجوم التدريب المصري كابتن محمد عودة. كابتن محمد عودة هنا شفنا مع نادي المقاولين عمل إيه، ومع نادي غزل المحلة كان ماشي إزاي، واحد من اللي بقى لهم اسم كبير في مجال التدريب في مصر. في ليبيا حدث ولا حرج، مرن أهل بنغازي، مرن النصر، أكبر فرقتين موجودين في ليبيا في الناحية الشرقية في بنغازي، وحاليا مع نادي الهلال، واحد من الأندية برضو اللي لها جماهيرية كبيرة جدا جدا، وبيقوده على مستوى الإدارة شاب طموح، كان لاعب كرة قدم وكان كابتن الفريق ولعب في الترسانة هنا في مصر، الأستاذ علي الشريف. كابتن محمد عودة تشوف هناك في ليبيا ليه جماهيرية كبيرة جدا جدا جدا، وماشي صح، عامل صورة طيبة جدا وراسم صورة طيبة للمدير الفني المصري والمدرب المصري في الخارج، ومعه طبعا كابتن سامح السقا واحد من اللاعبين الكبار جدا، هو مدرب عام مع الكابتن محمد عودة. خليني ارحب بنجمنا الكبير كابتن محمد عودة. معلش صحناك من النوم، وانا عارف ان انت بتنام بدري، لكن كان ضروري تكون موجود معانا في هذه الفقره كابتن عودة. مساء الفل. مساء النور يا دكتور، واشكرك على المقدمه الجميله دي، وانت يعني مش عارف اخ فاضل وحاجه جميله، وشرفتنا وكبرتنا هنا في ليبيا بصراحه. الله يكرمك وجودك معانا، واشكرك على المقابله الجميله. انا شفت يعني مدى حب الناس ليك في بنغازي وفي ليبيا، ويعني مش عاوز اقول خبر، يعني كابتن محمد عودة كان مرشح لي حاجة كبيرة جدا 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 يتمناها اي انسان في ليبيا، يعني او في اي بلد من البلدان اللي هو يكون موجود في المكان ده، لكن مش هتكلم بالتفصيل. لكن كابتن محمد خليني اقول عن تجربتك. سبت مصر ورحت ليبيا، الهلال كان في مركز متأخر جدا، بسم الله ما شاء الله خطيت به خطوات كبيرة، واصبحت الان عندك مباراة مهمة مع اهل بنغازي اعتقد يوم السبت او الاحد القادمين، ويعني المباراه دي لو فزت بيها هتقربك وتدخلك في المنافسه على قمه الدوري، مظبوط؟ حبيبي يا دكتور، طبعا انا طبعا مش غريب على ليبيا، انت زي ما حضرتك قلت انا في سكه الاهلي بني غازي اللي هو الشعبيه الكبيره هنا في بني غازي، الحمد لله مسكته سنه، مشيت الدوري كله اول الدوري، والظروف بقى الدوري اتلغى ساعتها، كانت 2018 بسبب الحرب وساعتها، فاتلغى الدوري وانا اول الدوري. بعديها بسنتين رحت مسكت النصر برضو الشعبيه الثانيه زي الاهلي والزمالك هنا في بنغازي، برضو لعبت معاهم الدور الاولاني كله، الحمد لله كسبت الماتشات كلها باستثناء ماتش واحد، وكان ناقص اسبوع على بطوله السوبر، بس انا كان مشكلتي برضو بتسرع، كان جاي لي عرض كبير في مصر فسبتهم ونزلت، وبعديها باسبوع هم اخذوا السوبر، فبحمد ربنا. المره دي بقى طبعا انا كابتن علي الشريف كلمني، انا عارف ايه مدى اهميه نادي الهلال هنا، الراحه النفسيه اللي هشتغل فيها، مجلس اداره محترم بقياده كابتن علي الشريف، شاب صغير كان كابتن الفريق الهلال وانا ماسك النصر دي بقى دكتور، وانا عارفه شخصيا وعارف ان عايز يعمل حاجه وطموح، وده اللي عجبني يعني، وده اللي خلاني ما توددش النادي، والحمد لله احنا لما جينا كان الفرقه كانت هم الاخير وكان عندهم نقطه واحده، الحمد لله النهارده بيننا وبين الثاني نقطتين، يعني احنا الثاني بيننا وبينهم نقطتين، وعندي ماتش كبير مع اهلي بني غازي ان شاء الله باذن الله يوم الاحد، فلو كسبت اخش ان شاء الله ثاني الدوري، ونحافظ على كده بقى باذن الله، لان احنا انت عارف زي ما حضرتك عارف احنا المنطقه اللي عندنا بناخده اول وثاني وثالث، والناحيه الثانيه ناحيه اهلي طرابلس والاتحاد واحنا بياخدوا اول وثاني وثالث، وبيعملوا التصفيات ممكن يبقى يعملوها في مصر او في تونس على بطل الدوري ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. قول لي ايه الفرق ما بين الدوري في ليبيا والدوري في مصر يا كابتن؟ والله الدوري هنا قوي جدا، بس هو المشكله ان المجموعتين بعاد عن بعض، يعني احنا عشان تروح تلعب بالفرق اللي هناك فيها حوالي 1200 كيلو او 1100 كيلو، فيبقى صعب يبقوا مجموعه واحده. فهو ده الفرق، ان هما بيبقى مجموعتين، مجموعه هنا ومجموعه هناك. دي النقطه، وفي الاخر بيعملوا السداسي في مكان محايد في تونس، في مصر، في تركيا، حسب ما هيتفقوا ان شاء الله باذن الله. اللي لفت نظري يا كابتن عوده الجماهير الغفيره اللي بتمتلئ بيها الاستادات في المباريات.
هنا الجمهور هنا بيحب الكرة جدا، كل نادي ليه جمهوره الخاص. بيجي، بس هو يا كابتن بيجوا في الماتشات الودية كمان أكتر من الرسمية، أنت متخيل؟ يعني لو في ماتش ودي مع الأهلي ولا النصر، الاستاد نص الجمهور ما بيخشش والاستاد كله بيتقفل، بس هم في الدوري السنة دي عاملينه من غير جمهور. يعني في الماتشات الدوري عاملينه من غير جمهور. فأنا ما بصدق إن يعني يبقى في توقف واروح. انا عملت ماتشين، مع ماتش مع الاهلي وماتش مع النصر، ورحت عملت معسكر في طرابلس، عملت برضه ماتش مع اهلي طرابلس. فبعد اعمل ماتشات مع الانديه الكبيره والاستاد بيتقفل ساعتها بالجمهور، فالواحد بيحس. انت زي ما حضرتك جيت برضه في الماتش بتاع المنتخب، شفت حضرتك الجمهور كان عامل ازاي في ماتش الاخضر، يعني قافل الاستاد. فبتحل يعني انت عارف، بتدي يعني الواحد عطشان من منظر بتاع الجمهور اللي بيبقى في الاستاد ده. طيب خلينا نتكلم عن الاهلي والزمالك في دوري رابطه الابطال. الزمالك امام الترجي يوم السبت القادم، والاهلي امام صن داونز الجنوب افريقي هنا في استاد السلام، نادي الاهلي، استاد الاهلي والسلام. قول لي شايف موقف الفريقين في البطوله ازاي بعد هزيمه الزمالك في المباراه الاولى وتعادله في المباراه الثانيه، واولى مباراه الاهلي كانت هزيمه امام الهلال السوداني. والله ان انت عارف يا دكتور، الاهلي فرقه كبيره جدا والزمالك، ومعودين طبعا ان هم يوصلوا النهائيات على طول. مش لازم عشان الزمالك يتغلب وتعادل، لا بالعكس. يعني انت شفت لحضرتك الارجنتين في اول ماتش اتاذى وهو اللي خد البطوله. مصر في طول 86 اول ماتش مغلوبه من السنغال وخدنا البطوله. يعني في مواقف كتيره جدا. ليه يا دكتور بتكلم في كده؟ انت لما بتتغلب بيبقى املك ضعيف، بيبقى لا بديل عندك يعني الفوز. يعني الزمالك النهارده رايح ماتش الترجي لا بديل عن الفوز، فان شاء الله هيكسب. طالما مركز انه هيكسب ان شاء الله هيكسب. هي دي النقطه. يعني انت عارف لما تبقى رايح، لا ممكن اتعادل اكسب مش عارف، انما رايح عايز اكسب. ان شاء الله الزمالك هيمشي كويس وهيكسب ماتش الاهلي باذن الله. الماتش يبقى سهل. انا لعبت حتى سان داونز مرتين، مره مع الاهلي ومره مع النصر. سان داونز بره ملعبه ضعيف، ممكن يتسرق في اي وقت. فالاهلي ممكن يكسب ان شاء الله. مكسب الاهلي هيدخله تاني في الصوره وان شاء الله. وده اللي احنا متعودين على فرق القمه، الاهلي والزمالك من الفرق الكبيره ان شاء الله اللي هيوصلوا باذن الله. البدايه مش كويسه، انما ان شاء الله سهل قوي يرجع نفسهم. النادي الاهلي الماتش اللي فات اتفرجت عليه وتابعته، ماتش اسوان، رجعه وخد الثقه. ان شاء الله باذن الله يبقى مكسب للفريقين الكبار اللي بيمثلوا الكره المصريه ان شاء الله باذن الله. طيب رسالتك لمنتخب مصر للشباب، وعنده مباراه ايضا مصريه امام السنغال يوم السبت القادم. مش عايزهم يزعلوا، مش عايزهم يفكروا في حاجه. اهم حاجه يعملوا ماتش كبير، يعملوا يعني يعوضوا اللي فات ان شاء الله، يسيبوا صوره تليق بمصر ان شاء الله باذن الله. وهم قادرين على يعملوا يعني يشيلوا البطوله ان شاء الله باذن الله بشكل كويس وارضاء للجماهير المصريه ان شاء الله. وما يخليش يعني انت عارف دكتور، وسائل الاعلام يعني صعبه جدا، صعبه جدا في مصر صراحه يعني. فان شاء الله باذن الله يعملوا ماتش كويس، والناس بتنسى بسرعه. يعني ان شاء الله الماتش اللي يعملوه كويس ده ينسوا المصري الماتشين اللي فاتوا باذن الله ان شاء الله. شايف المقاولين العرب في الدوري الموسم ده ازاي يا كابتن عودة؟ انا شايفه بصراحه حاجه تفرح. معاهم الكابتن الكبير الكابتن شوقي خليل، المدرب الكبير، مدرب كبير طبعا، ما ينساش دور الاداره باشمهندس محمد عادل وباشمهندس محسن صلاح. يعني بيبقوا في ظهر اي مدير فني بيشتغل، بيجيبوا له اي صفقات، فبينجحوا اي حد صراحه. عاملين دور كبير قوي كمجلس اداره، كجهاز فني، كلعيبه، جابوا لعيبه كويسه جدا صغار في السن، هو ده اللي فرق معاهم. وان شاء الله المقاولين السنه دي ان شاء الله هيبقى في المربع الذهبي، واثق من كده، لان الدعم مع قياده فنيه كويسه ان شاء الله باذن الله يوصلوا باذن الله. السنه اللي فاتت الحمد لله انا راضي كل الرضا على الفريق اللي انا عملت، على فكره فريق قوي في المحله. اللعيبه انا اللي جبتها الحمد لله، بقى لهم سنتين هم الحمد لله عاملين ما بيتغيروش. يعني اللعيبه هي بيجي عليهم اثنين ثلاثه. طبعا يعني اتسرعت ان انا سبت المحله ورحت على فريق انا مش عامله على السنه اللي فاتت، انما الحمد لله مبسوط. لاني لو الايام رجعت تاني برضه هعمل كده، عشان تبيتي انت عارف يا دكتور. كان المقاولين طبعا كان في الثلاثه الفخار بتاع
ولما كلموني مجلس اداره ما اقدرش انا في بيتي اللي انا اتربيت فيه قعدت فيه 37 سنه، مع اني كنت يعني في فرق اني عامل فرقه وماشيه كويس قوي وهروح على فرقه مش انا اللي عاملها وفرقه تحت في القاع. فالحمد لله ما فيش اي مشاكل، مع انها جت على اسمي اخرتني شويه، بس الحمد لله راضي كل الرضا، وان شاء الله باذن الله عاملين حاجه كويسه في ليبيا السنه دي، ان شاء الله باذن الله عاملين فرقه محترمه لعيبه كويسه معايا، ان شاء الله نعمل بهم حاجه السنه دي تليق بنادي الهلال. مبسوط جدا مع الجهاز اللي معايا، كابتن سامح السقا طبعا انت عارف من منتخب مصر والمنصوره، ومعايا المدرب ابو بكر اللي هو مدرب حراس مرمى، والكابتن محمود مدرب، يعني الحمد لله ولاد النادي هنا في ليبيا الاثنين، وان شاء الله جهاز فني احنا متكامل ان شاء الله مع مجلس اداره، وعايزين نعمل حاجه بنادي الهلال. وايه الرساله اللي توجهها للسيد علي الشريف كابتن علي رئيس النادي؟ بوجه له رساله بشكره فعلا، بشكره شكرا على الهوا، الراجل في ظهرنا، الراجل مش مخلينا اي حاجه، موفر لنا كل الطلبات، عايز يعمل نادي عالمي، دكتور تفكيره كويس قوي، الحمد لله بدا النهارده ياخد ارض عشان يعمل عليها استثمار تبع النادي، بدا يعمل ياخد موافقه يعمل فندق جوه النادي ويعمل جيم جوه النادي، عشان خلاص اللعيب يبقى جاي قاعد في النادي بيتمرن في النادي، كل حاجه تبقى في النادي، بيحاول يكبر الاستاد ويعمله ان شاء الله استاد بالبركات، عشان بعد كده الماتشات هتبقى جوه النادي ان شاء الله باذن الله، مش هنروح نادي بنينا اللي هو الاستاد الكبير اللي هو بتاع بني غازي، لا بعد كده ان شاء الله هنعرف في ملعبنا في ملعب الهلال ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، وبتمنى لك التوفيق نجمنا الكبير كابتن محمد عوده المدير الفني سابق المقاولين العرب والمدير الفني الحالي لنادي الهلال الليبي، اشكرك شكرا جزيلا. الاسبوع الماضي كان معانا الكابتن مصطفى مرعي بيمرن نادي دارنس في مدينه دارنا في ليبيا، وعامل برضه نتائج مميزه جدا. النهارده كابتن محمد عوده، كل مدربينا اللي في السعوديه اللي في عمان اللي في الاردن هنبتدي نلقي الضوء عليهم كل اسبوع عشان نبين ان احنا عندنا كوادر فنيه على اعلى مستوى رفع اسم مصر في المحافل والدوريات العربيه، في وايضا زي الكابتن طارق مصطفى ايضا اللي مشرفنا في المغرب الشقيق وعامل نتائج هو الكابتن سامح ووليد ابراهيم على اعلى مستوى، وبات واحد من افضل المديرين الفنيين اللي موجودين في الدوري المغربي، وما ادراكم ما الدوري المغربي، اللي بتمنى التوفيق لكل المدربين المصريين في المحافل الدوليه. في زياره ليبيا قلت الحمد لله على اللي احنا فيه هنا. ليبيا شعب شقيق ومضياف، شرفت ان انا اشتغلت في التدريس في الجامعه الليبيه، ده كان سنه 2003، قعدت 3 سنين في الجامعات هناك، كانت في عز رخاء ليبيا. ليبيا الان مدينه بنغازي، لما رحت وشفت حجم التدمير اللي تعرضت له المدينه على يد الظلمه خلال الحقبه السوداء اللي فاتت، قلت الحمد لله على ان احنا عندنا جيش قوي قدر ان هو ينجو بمصر. ليبيا الحمد لله حررت نفسها، وليبيا بدات تقف على رجلها مره ثانيه وتبني، لكن حجم الدمار اللي كانت موجوده في المدينه ما فيش انت تصدقه، لو جيوش نظاميه مش هتعمل كده، لكن ده كان ضلال بكل ما تعنيه الكلمه. فكل التحيه ايضا وكل التقدير للجيش الليبي اللي قدر ان هو يرجع ليبيا مره ثانيه لولادها. خلوني اخد على التليفون صديق العزيز كابتن علي الشريف رئيس نادي الهلال الليبي. يا كابتن علي مساء الخير، منور الدنيا واهلا وسهلا. مساء النور دكتور ايهاب، مساء عليك ومساء على المشاهدين. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. كابتن علي اسالك سؤال في البدايه، السن قد ايه؟ كم سنه؟ 33 سنه. 33 سنه، انا حبيت اقول ليه؟ كابتن علي 33 سنه كان كابتن فريق نادي الهلال ولعب في الترسانه في مصر في احد المواسم، تمام؟ وهو حاليا رئيس النادي، فلما يبقى رئيس النادي لاعب كرة سابق وكابتن الفريق، اعرف ان ده الراجل عارف طموحاته ايه وهيقدر يوصل بالنادي بتاعه لغاية فين، وده اللي انا شفته على ارض الواقع الملموس، عقلية مرتبة ومنظمة لأقصى درجة، وبالتالي بدأ ينهض بناديه وبيعمل طفرة على اعلى مستوى. عاوز اتكلم الاول عن الكرة في ليبيا الان خلال السنوات الاخيرة. والله انت يا كابتن يا دكتور، انت شفت حجم الدمار وحجم الماساه اللي كانت فيها ليبيا السنين اللي فاتت،
دي المشاكل اللي أثرت على الكرة الليبية بشكل كبير بالذات في المنطقة الشرقية. إن شاء الله بدأت تتعافى الدولة الليبية والحمد لله تصبح قوات متسلحة، بدأ يرجع الأعمار. أنت لاحظت حتى لما جيت بالزيارة في بنغازي بدأت الشركات ترجع وبدأ نعم الإعمار بدأ يدخل يعود الليبية. مرة ثانية صح يعود ولله الحمد. واحدة من حاجات تساعد الإعمار هي طبعا الرياضة، ملف الرياضة طبعا ملف الرياضة. فمتأملين خير بفضل قواتنا المسلحة إن شاء الله هيتم ملعب المدينة الرياضية اللي هي طبعا أنشأت في 68 طبعا بعد الترميم وبعد الصيانات في جميع التخصصات في صالات اليد والطائرة والسلة، مدينة رياضية متكاملة إن شاء الله في خلال ممكن سنتين حتبقى جاهزة إن شاء الله نبدأ نلعب فيها وحتكون على طراز حديث إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. طيب أنا عاوز طبعا يعني تقول لي طموحاتك مع نادي الهلال بعد ما أنت كنت لاعب في الفريق، وبعرض لك بعض اللقطات للفريق موجودة حاليا لفريق نادي الهلال، وكان موجود كابتن محمد عودة وسامح السقا في الصورة. قول لي طموحاتك بعدما أصبحت رئيسا للنادي بعد ما كنت كابتن للفريق، عاوز تعمل إيه مع ناديك؟ والله نحن ما فيش واحد نحن بالبطولات البطولات طبعا مش هتيجي في يوم وليله، عايزه شغل وعايزه بنيه تحتيه وعايزه حاجات كثيره يعني. احنا دلوقتي في مرحله البناء، انت عارف النادي طبعا بقى 5 سنين في اماكن اشتباكات، فتدمر النادي كله سواء اداره او ملاعب او صالات الرياضيه. الحمد لله بدانا نرجع صالات الرياضيه في المنشات في الملاعب في الاداره. حتى المكان اللي زرته انت يا دكتور ده كله كان في كان كله في كان متدمر كله، لسه مرجعينه من سنتين بس بدأنا نرجع بشويه بشويه للنادي الهلال. مركزين دلوقتي على الفئات السنيه وعلى البنيه التحتيه. احنا الحمد لله اكثر نادي مشارك في ليبيا في عدد العاب طائره يد سله كره قدم، لدينا بجميع الفئات السنيه اليد السباحه والشطرنج والملاكمه تقريبا 12 لعبه ان شاء الله مشاركين فيها. عندنا عدد كبير من اللاعبين والمواهب الليبيه، نحاول نوصلهم نحاول نجيبونهم مدربين اجانب، نحاول ان شاء الله واضعين خطه من 3 لـ5 سنين ان شاء الله يكون النادي في حته ثانيه باذن الرحمن. طيب شايف وجود المدرب المصري في الدوري الليبي ازاي؟ ومعاك طبعا كابتن عوده وسامح السقا موجودين كجهاز فني في نادي الهلال. والله المدربين المصريه غنيين على التعريف الامانه. الكابتن عوده طبعا له تجارب في نادي الاهلي وفي نادي النصر من قبل، فخلينا الشرف انه يكون مدير لنادي الهلال. اول ما مسكت لقيت قدامي قصادي يعني كان جايبين مدرب تونسي الحق الحل مشي كويس في البدايه بقى تعثر شويه، فاول مدرب انا اجيبه في مسيرتي انا رئيس نادي جبت الكابتن محمد عوده. مدربين مصريين للامانه غنيين على التعريف. انا رحت هناك ودربت في نادي الترسانه. الكره المصريه يعني من في شمال افريقيا من اقوى الدوريات في شمال افريقيا وعلى افريقيا ككل، زي نادي الزمالك وزي نادي الاهلي، انديه كبيره عملت تاريخ عامله ليها اسم في كره افريقيا وليها ثقل في الكره الافريقيه. ان شاء الله باذن الله نتمنى لك التوفيق ونشرف بوجودك في مصر قريبا ان شاء الله. تنورنا صديقنا العزيز كابتن علي الشريف رئيس نادي الهلال الليبي، شكرا جزيلا. زي ما قلت لكم في الزياره قلت الحمد لله على النعمه اللي احنا موجودين فيها وعلى جيشنا وشرطتنا اللي قدروا ينجوا ببلدنا. تقدر تقول الحمد لله تبوس ايدك وش ده لما تشوف غيرك. حجم الدمار اللي كان موجود احياء كامله. لكن تحيا مصر بصراحة وجيش مصر، ومصر وليبيا امتداد، عشان كده إن شاء الله ليبيا تعود أقوى مما كانت أيضا في الفترة الماضية. وبشكر كابتن توفيق الضاوي من نادي الأخضر الليبي وكابتن فوزي الدالي على استقبالهم لنا في ليبيا وكانوا موجودين معنا بالاستمرار. سريعا، منتخب مصر هيواجه ملاوي يوم 24 و 28 مارس. 24 هيكون في استاد القاهرة الساعة 9 مساء، 28 في ملاوي في الثالثة عصرا، وده هيكون في رمضان. استبعاد مصطفى شلبي من رحله تونس يعني بسبب العقد اللي كان اتسرب وقال النادي اللي سربه، فده زي قرار تاديبي. كولر هيهاجم سان داونز بثلاثي كهربا وعبد القادر والشحات،
وايضا فيريرا بيجهز بالحاج لموقع للترجي وتعليمات خاصه لسيف الجزيري البعيد شويه عن مستواه خلال الفتره الماضيه. كابتن محمد يوسف اصبح مديرا فنيا للنفط العراقي، بنتمنى له التوفيق، واحد من المدربين المحترمين. فيتوريا النهارده اقترح اربع بنود لتطوير الكره المصريه، وده طبعا خلال جلسه منعقده على هامش فعاليات معرض ومؤتمر سبورتس اكسبو 23 اللي كان عملته وزاره الشباب والرياضه. وبهنئ الدكتور اشرف صبحي على هذا المعرض اللي يليق باسم مصر، وده بدايه كويسه جدا عشان ننطلق نحو افاق جديده في الاستثمار الرياضي. الراجل شدد على ضروره تاهيل المدربين، قال لا يوجد لاعب جيد دون مدرب جيد، تحدث عن ضروره تحسين ظروف التدريب والتمارين المختلفه المساعده في تطوير اللاعب، بجانب العمل على مشاركه لاعبين اعمارهم اصغر من 16 عاما في المباريات الكبرى. وكمان قال يجب الاهتمام بدراسه النظم التدريبيه الحديثه في كره القدم للاستفاده منها، واتم يجب المزيد من التنظيم والمنافسه ووجود الجماهير في الملاعب وتحديد الدوري وفق جدول زمني معين. تعالوا نشوف نشرتنا في القسم الثاني فيها ايه النهارده وارجع اكمل مع حضراتكم. ياسر الكناني مديرا فنيا للمنصوره، والعيدروسي مدربا عاما. احمد ساري مديرا فنيا للسويس خلفا لياسر الكناني. محمد كيتا مديرا فنيا للمجد السكندري. القناة يحتج على التحكيم ويطالب بحكام دوليين لمباراته المقبلة. أزمة في بلدية المحلة بين أحمد رؤوف المدير الفني والجماهير بعد الخسارة أمام الأولمبي. الإفراج عن المستحقات المادية في الأولمبي بعد الفوز على بلدية المحلة. لجنة مسابقات القسم الثاني تقرر تعديل مواعيد مباريات الجولتين 22 و23 بمجموعة الصعيد. رئيس ديكيرنس يكافئ لاعبيه بعد العودة لصدارة مجموعة بحري. قلق في الترسانة من تراجع نتائج الفريق وتحفيز خاص لعبور لقاء مستقبل سبورت. مكافآت خاصة في بترول أسيوط لمواصلة المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز. تعالوا بقى للقسم الثالث اللي المنافسات انتهت في بعض المجموعات ومشتعلة في البعض الآخر. في المجموعة الأولى في الأقصر اختتمت منافسات المجموعة بصعود نادي قوس إلى دورة الترقي للمحترفين، وصعد نادي الأقصر للقسم الثاني وهبط هلال أسوان للقسم الرابع. قوس والأقصر كانوا 35 وراهم نادي قنا 34، كانت مجموعة رائعة، وشكرا قوس وشكرا الأقصر وشكرا نادي قنا. في المجموعة الثانية في سوهاج انتهت الأسبوع الماضي وصعد مكادي زي ما قلنا دور المحترفين وطهطة للقسم الثاني، وأهلي منشأة نزل للقسم الرابع. في المجموعة الرابعة في الفيوم تأهل الوسطى زي ما قلنا قبل كده برصيد 36، ونجوم مصر صعد للقسم الرابع، ومطر طارس هبط صعد عفوا نجوم مصر القسم الثاني، ومطر طارس هبط للقسم الرابع. في مجموعة الجيزة قبل ثلاث جولات من ختام منافسات المجموعة دي النجوم بيحسم تذكرة التأهل لدورة الترقي 58 نقطة، وصعد مصر للتأمين للقسم الثاني 47 نقطة، بينما اقترب تيم اف سي من الصعود للقسم الثاني ايضا لانه بيصعد اول وثاني وثالث، بينما ما زالت ملامح الهبوط في المجموعه غير واضحه لان احنا عندنا مركز شباب سول 21، حلايق الاهرام 19، جينيا 17، كاسكاده 16، ومركز شباب ابو رجوان 11. في المجموعه السادسه في القاهره متبقي ثلاث جولات، ما زال الصراع في المقدمه والهروب من الهبوط مشتعل وما اتضحتش اي معالم. النتائج جاءت كالتالي: اتحاد الشرطه خسر من بلاستيك 0-1، اتش اف سي تعادل مع المرجي بدون اهداف، الشمس فاز على بهتيم 2-0، شباب بطا مع اسكو 1-1، بنها مع طوخ 1-1، الو ايجيبت فاز على جبيل قناطر 2-0، كده الو ايجيبت 47، اتحاد الشرطه 46، الشمس 41، وبنها 39، متبقي ثلاث جولات، مجموعه ايضا ملتهبه للغايه. المجموعه السابعه في الشرقيه عندنا الرباط والانوار فاز 1-0 على الشرقيه، وبور فؤاد 1-0 على بلبيس، والنوبه 1-2 امام المريخ، سكه حديد الاسماعيليه خسرت 0-2 امام بروسيا، جمارك بورسعيد 1-1 مع الشهداء، وكان في مباراه مؤجله للمريخ وبور فؤاد انتهت 2-2، متبقي اربع جولات، المريخ 39،
الشرقية 35، بورفؤاد 31، الجمارك 26، مجموعة أيضا قوية للغاية. في الشمال سيناء يتأهل أول المجموعة لترقي الصعود لدوري المحترفين، وتاني المجموعة ده بيلتقي مع أول مجموعة فرع جنوب سيناء في مباراة فصل الصعود للقسم الثاني. عندنا حاليا الفيروز تعادل مع أبي ساقة 1-1، 6 أكتوبر خسر من مركز شباب العريش عند طبعا زميلنا العزيز ناصر العزاز 0-1، النصر فاز 6-0 على شباب مصر، مركز شباب الخربة تعادل مع بير العبد 0-0، مركز شباب أحمد المنسي فاز على مركز شباب سالم الهرش 7-2، نجمة سيناء الأول مصطفى عايش طبعا كل التحية 40 نقطة، مركز شباب العريش 39 و6 أكتوبر 34 والنصر 30. في جنوب سيناء عندنا جنوب سيناء 11 نقطة، مركز شباب الوادي 9، شرم الشيخ 7، مركز شباب الطور 5، ومركز شباب أبو زنيمة 5. جنوب سيناء كان فاز على مركز شباب الوادي 2-0، ومركز شباب أبو زنيمة فاز على مركز شباب الطور 2-1. في المجموعة بقى مش عاوز أقول لكم، مجموعة الدقهلية يعني شرسة جدا، شربين اتهزم من مركز شباب الأزازين 1-2، راس البر تعادل مع بلقاس 1-1، بلقاس سيتي تعادل مع دمياط 1-1، شبان بدواي تعادل مع مركز شباب منة سمنود 1-1، السرب فاز 2-1 على مركز شباب أجا، منة النصر اتهزم من بني عبيد 0-1، غزة دمياط اتهزم من الزرقاء 0-1، باقي 5 جولات، بلقاس 47، بني عبيد 44، الأزازين 38، دمياط 37، وبلقاس سيتي 35، والزرقاء 34، 5 جولات فاصلة. في مجموعة البحيرة رايا صعد إلى دوري المحترفين، يعني خلاص يعني مواجهتها هذا الأسبوع. سخا اتهزم من الزعفران 2-3، مياه البحيرة اتعادل مع مركز شباب بيتل بارود 1-1، الدلنجات فاز على دمنهور 2-1، بدري خسر من رايا 0-2، مركز شباب كوم حمادة فاز 1-0 على سيدي سالم، بلطيم فاز على بيلة 2-1، نادي كوم حمادة خسر من مركز شباب أبو المطامير 0-3، تسوكان باي، نادي رايا 58 نقطة، دمنهور 46 نقطة، ومركز شباب كوم حمادة 46 والدلنجات 43، مجموعة أيضا ملتهبة إلى الغاية. في مجموعة المنوفية والغربية مركز شباب تلا خسر من صيد المحلة 1-2، مركز شباب قطور تعادل مع غزة شبين 2-2، أشمون خسر من سبورتنج كاسل 0-1، عصمصون فاز على منوف 3-1، متخلف تعادل مع سمنود 1-1، نادي أويسنا خسر من مليد كفر زيات 1-2، كانت في مباراتين مؤجلتين، سبورتنج كاسل تعادل مع مليد كفر زيات 1-1، سيرسي ليان 0-1، صيد المحلة. مليد كفر زيات 42 نقطة، صيد المحلة 41 نقطة. بحيي صيد المحلة وكابتن طارق المحجوب، قدر مرة تانية إن هو يعود إلى المنافسة وبقوة بعد يعني ترنح بعض الشيء، لكن عاد إلى الانتصارات مرة أخرى. الفريق بينه وبين مالية نقطة واحدة، مركز شباب 39، بحييهم على المجهود الكبير، وسمنود 37 مع كابتن طارق السعيد، ثم عصمصون 31 نقطة. المجموعة العاشرة في اسكندرية صعد دلفي خلاص 52 نقطة، حسم تذكرة التأهل من ختام والصراع قائم على مراكز صعود ما بين نادي طلاع الاصول ل 39 نقطه، والاسكندريه البترول 37، والظهور 34، وشباب الضبعه 32، والمنتزه 30، يعني قبل 3 جولات فقط من النهايه. الحريه 11 نقطه يعني، ومطروح 15 نقطه، يعني عز علي الناديين الكبار دولت يكونوا في هذا الموقف. اشوف تقرير عن هذه او عن هذا الدوري، ثم ألتقي بضيفي الكريمين الكابتن علاء نوح والكابتن إكرام عبد العزيز، وكلام في القسم الثاني. تعادل فعلا بطعم الخسارة، بنت بناخد بنت يعني، بنفقد 3 بنت النهاردة، يعني مش عارف اقول ايه، مش عارف اقول حكم بوظ الماتش، يعني عمرنا ما اعترضنا على حكام، عمرنا ما جبنا سيرة حكام. We'll be right back.
مجموعه برضو مجموعه صعبه فيها فرق تقيله، وفرقه بلطيم يعني اتاخرت شويه في النتائج، ما كانتش موفقه في الاول. طبعا مش بنلوم على حد يعني، لكن ساعات بتبقى الفرقه فرقه محترمه وفرقه كويسه لكن النتائج مش بتساعد. والحمد لله من ساعه ما جينا بدات الامور تتعدل شويه بشويه كده، والحمد لله بقينا في مكان ما يليقش بفرقه بلطيم، بس الحمد لله بعدنا عن مناطق الهبوط وبقينا مرتاحين شويه في الجدول. بحمد ربنا واشكر فضله على نعم النهارده والرجوليه بتاع اللعيبه النهارده الحمد لله. طبعا احنا في كفت بقالنا من اول الدور الثاني، لكن انا قلت اللعيبه وقفلت عليهم وقلت لهم ان شاء الله ان بعد العصر يسر. إليكم مرة ثانية. القسم الثاني اشتعل في مجموعاته الثلاث، محدش يقدر يحدد مين اللي هيصعد ومين اللي هيهبط، لكن دي حلاوة كرة القدم. في بحري كل أسبوع تلاقي حد على قمة الجدول، الأسبوع اللي بعده تدور عليه تلاقيه في المركز الرابع في المركز الخامس، تيجي الأسبوع اللي بعده تلاقيه بقى في المركز الثاني، واللي في الخامس بقى في الأول. فحاجة غريبة، وده متعة كرة القدم زي ما احنا بنقول. دعوني إن أنا في البداية أرحب بين اثنين من النجوم الكبار سواء كانوا لاعبين او مديرين فنيين. هبتدي بالكابتن علاء نوح النجم الكبير والمدير الفني للعديد من الانديه، واحد من افضل المدربين اللي بيشتغلوا في كره القدم. كابتن علاء منور الدنيا ونورتني. ده انا اللي بتشرف بوجودي معاك دايما يا دكتور، وبرنامج بامانه على الحياديه اللي فيه، انا بحييك على الحياديه اللي فيه، وان كل واحد بياخد حقه، ودي مش موجوده في برامج كتير، بس انا بحييكوا واتشرف بوجودي مع كابتن اكرامي. كان بيعذبنا بيجيب فينا جوان، بس كانت ماتشات الترسانه والمحله كان بيساله هو كابتن بقى عامله ازاي. كان هداف. لا هداف وكان رخم. هداف كان هداف. كابتن اكرام عبد العزيز نجم غزل المحله ومنتخب مصر، واحد من اللي لعبوا راس حربه صح زي ما الكتاب بيقول. هداف. كان مش عاوز اقول اللفظ ده له كابتن علاء، لكن بلغه الكوره بلغه الكوره بلغه الكوره من عالي. منور يا كابتن اكرام. الله يخليك يا دكتور. الحمد لله على السلامه الاول. الله يسلمك. انا ببقى مبسوط جدا اللي ببقى موجود مع حضرتك، لان انت اخ عزيز وصديق محترم. وطبعا انا سعيد جدا بالكابتن علاء نوح اللي انا شفته بعد فتره. جبت فيه جوان كتير ولا احنا جبنا؟ لكن هو كان من اللعيبه بامانه بامانه، مش عشان هو معايا والله، انا كنت بتكلم قبل ما نطلع هوا. لا يعني احنا كان في اجيال الصراحه دكتور، كان اجيال محترمه بقى، كانت المواهب كتير يا جماعه. موهب كتير. كانت ماتشات الترسانه والمحله مثلا دي كانت حاجه تانية خالص. انا دلوقتي مثلا يعني جماهير المحله اللي بتروح وراك في كل مكان حاجه تخليك تبقى قاعد كده يعني. طبعا ترسانه زمان، دلوقتي الواحد انا بقول لك حضرت مباراه في ليبيا الاسبوع اللي فات، الجماهير ماليه المكان، ماليه الاستاد دكتور. انت شفت مباراه الاهلي واسوان؟
شوف الجو العام حاجه. يا سلام على الجمال، على جماهير الاهلي اللي موجوده في الصعيد، وعلى جماهير اسوان الوفيه. ايه ده؟ وشفت الاستقبال الجمال والمباراه طلعت بصوره جميله. اسوان جمال، اسوان دول اسوان دول في حته ثانيه طبعا. الصعيد عامه ناس على سجيتهم كده، ناس كويسه بالظبط، وكلهم بدون استثناء بامانه اصول زي ما بنقول بالظبط كده. اصول والله بجد. يعني بجد. وكان حاجه تفرح، واللي يفرح كمان اكتر ان مجموعه بحري حضرتك لسه بتتكلم فيها، ان شاء الله اللي فرقه طالعه جماهيريه ان شاء الله. هي يعني كلها ما شاء الله. لا تنافس هنتكلم بالتفاصيل، لكن تعالوا نشوف مع بعض افضل 5 اهداف رصدناهم ونختار هدف منهم من خلال الكابتن علاء نوح الكابتن اكرام. يلا طيب. افضل 5 اهداف رصدناها استطلع الاراء كابتن علاء. هدف عبد الرحمن الضحي طنطا في النبرو، الهدف الخامس. الهدف الخامس، الهدف الخامس كابتن اكرام. انا عجبني هدفين. عجبني الهدف الخامس زي ما الكابتن علاء قال، هدف عبد الرحمن الضحي لا طنطا. ليه؟ هو ادي الهدف اهو قدامه. تمام. ده اسلام اعتقد اسلام ده. شوف كمان يا دكتور زي ما الكابتن علاء كنا بنتكلم، اللي جايب الكوره زميلي اللي جايب الكوره لما لقاه في وضع يسمح ليه اللي هو يقدر يسدد ويقدر يجيب هدف. شوف كده، شوف شوف لما هو مش عرضي الراجل اللي سيطر على الكره، هو جاي عارف هو هيعمل ايه، عارف هيعمل ايه بالظبط، سيطر على الكره في الاول بالظبط، واللي حضرها له وهو بيجهز لنفسه لقى زميله جاي فاضي احسبها له. وهو ما شاء الله عبد الرحمن زي ما قلت يا دكتور هو واخد القرار، واحنا هنستعرض الهدف من اوله. عبد الرحمن برضه اتقال ان هو ممكن يكون فاول من البدايه، بس لا ده مش في اللقطه دي، هنوريها لكم تاني يعني لما نيجي نستعرض المباراه بالتفصيل، يعني عشان برضه ندي كل واحد حقه، ان برضه ما بنظلمش. لا ما شاء الله عبد الرحمن، من لعيبه كويسه قوي كبير. طنطا فيها كام لعيب فرق معاه؟ في عندهم عاطف ده جاي من بلطيم حاجه، فرق معاه الرباط الصليبي اللي عامله اخره شويه. اخره كان لعيب دوري ممتاز طبعا طبعا، ده كان بيلعب في الدوري الممتاز من 4-5 سنين، سيراميكا كليوباترا كان لسه ولد صغير كام سنه. والهدف الثاني اللي انت كنت عايز تختاره يا كابتن؟ هدف اميدو لاعب القناه، اميدو الهدف الثالث برضه من الاهداف الجميله. يعني طيب برضه لو جاهز معلش، الهدف الثالث بتاع اميدو ورجب مارو. احنا هنرجع كده الخمس جوان. لا لا يعني انا رجب مارو التوجيه بتاع اميدو جميل قوي. فكرنا بالكابتن محمد رمضان والكابتن جمال عبد الحميد، وفكرنا الكابتن ايمن شوقي، الكابتن علي ابو جريشه تبقى راسه عارفه رايحه فين. الربط ما بين اللاعب اللي عملها بكعبه لاميدو، واميدو جه يسدد فلقى اللاعب قفل عليه فخد قرار ثاني. طيب من الاجوان الكويسه دي الاهداف الخمسه. تعالوا بقى نشوف صدتين حراس المرمى برضه عشان ندوم حقهم. يلا طيب كده وريني بقى ونختار واحده من الاثنين في المباراه. يلا اتفضل. ده احمد معوض حارس مرمى تليفونات بني سويف. اسمنت اسوط، اسمنت اسوط الاول. بحيي الملعب الجميل ده بتاع اسمنت اسوط. يا ولد رد فعل عكس اتجاهه. تمام. دي اسمنت اسوط صد حسن خطاب. تمام. شوف السامولي توجيه الراس ازاي بصراحه جميل. والتاني رياكشن بتاعه عالي جدا والملعب تحفه. ملعب اسمنت اسوط ده تحفه بعد تجديده. بشكره. هو اسمنت ولا بترول؟ الاسمنت. ده اسمنت ده اللي جوه الشركه. جوه الشركه جميل بصراحه بقى حاجه جميله. ادي التصدي الاول، التصدي الثاني. يا ولد ده تصدي احمد معوض حارس مرمى تليفونات لكره علاء متولي لاعب الفيوم.
شوف برضه يا كابتن الماتش ده خلص 1-0 للتليفونات. بشكر محمد جمال طبعا المركز الاعلامي للتليفونات بني سويف اللي امدنا باللقطتين دول. ده الماتش التليفونات كسب فيه واحد. بس ايه رايك الصده الاولى ولا الثانيه؟ هي الثانيه اللي هي انا بعتبر الثانيه عشان الثانيه ادت نتيجه المباراه. ادت بس الاولى كانت قريبه يعني الرياكشن الحارس المرمى وسرعه رد الفعل كانت كبيره. اصل رياكشن حارس المرمى هو بدا الكوره كانت على يمينه ناحيه الشمال. كان هو قافل الزاويه القريبه اما اللاعب بتتحرك وبتتحرك كويس قوي متحرك بوشه مش زي الجون بتتحرك بجنبها بتتاخر قبل ما توصل للضيقه فكان بيتحرك بوشه بيتحرك كويس قوي ده بيدل ان معاه مدرب حراس مرمى كويس. كويس تعالوا بقى مع بعض نشوف نستعرض النتائج الاسبوع ده في المجموعه الثالثه اللي كانت يوم الاربعاء واختتمت النهارده بلقاء بروكسي والهلال. طنطا فاز على نبروه بهدفين مقابل هدف. عبد الرحمن الدح هدفين لطنطا واحمد فايز لنبروه ونبروه قدمت شوط ثاني كان رائع جدا بصراحه يعني كلمه الحق تقال وطنطا ايضا يعني عاوزه تفوز. ديكيرنس حقق الفوز على المجد بهدفين مقابل لا شيء اسلام نبيل وكريم اشرف من ركله جزاء لديكيرنس في بدايه المباراه. ابو قير للاسمده فاز على الحمام 1-0 محمود اجوجو لابو قير وعجبني تصريح ايمن المزايل لما قال انا اللي بيهمني 3 نقاط في المرحله دي. صحيح. بايونيرز تعادل مع المنصوره في مباراه شهدت اعتراض من المنصورة على عدم احتساب ركلة جزاء هنعرضها وهنشوف تحليلها تحكيميا. الأولمبي فاز على بلدية المحلة بهدف لمحمود المنشاوي من ركلة جزاء للأولمبي وبلدية المحلة أصبحت لغز بيمشي على سطر ويسيب سطر. سبورتنج السكندري فاز على المصري بالسلوم 2-1 ياسين نصوح وخالد الشيخ لسبورتنج وموديبو من ركلة جزاء للمصري بالسلام للمصري بالسلوم. كفر الشيخ تعادل مع جمهورية شبين في مباراة قمة هذا الأسبوع 1-1 مروان أحمد لكفر الشيخ وحسين حمدي لشبين الكوم حسين عادل التهديف. هلال الضبع النهاردة خسر من بروكس 1-2 بعد ما كان فاز 1 همان إيزاك تقدم للهلال مصطفى حمادة وهشام بركات لبروكس كده المجموعة دي أصبحت ترتيبها كل أسبوع. هشام بركات ولا حسام بركات؟ هشام ولا حسام؟ انت تقول ايه هشام؟ يا حسام هو حسام ماشي خلاص يبقى عندنا احنا ايه 50 قرش بركات. ديكيرنس اصبح في المقدمه مره ثانيه عاد برصيد 34 نقطه وسعيد عبد العزيز اصبح يعني وش خير على ديكيرنس بعد عوده طنطا عاد مره اخرى هذا الاسبوع واصبح في المركز الثاني برصيد 33 نقطه مع جمهوريه شبين اللي غاب على القمه اسبوع وبرضه فوز على ارضه وتعادل خارج الديار ده مكسب لجمهورية شبين نفس الترتيب 33 نقطة بلدية المحلة 31 نقطة وبلدية المحلة لو خلص في المباراة والنقاط اللي أضاعها كان زمانه على قمة الجدول من زمان. أبو قير للأسمدة 31 نقطة كفر الشيخ 31 نقطة المنصورة يعني بعد تولى النهاردة الكابتن ياسر الكناني بنتمنى له التوفيق وشكرا كابتن ياسر التحسين ومن قبله طبعا الكابتن أحمد ساري انتقل إلى منتخب السويس. المنصورة أصبح 28 نقطة وبروكسي بعد فوزه النهاردة بقى 27 نقطة والحمام 24 بحييهم ونبرو عنده مباراة مؤجلة 23 يعني لو فاز يبقى 27 الأولمبي 22 سبورتنج 22 المجد 17 هلال الضبعة 16 مصر بالسلوم 12 بايونيرز 9 ويا لها من مجموعة. تفضل يا كابتن علاء. أنا الأول لازم نحيي الكابتن عمرو أنور فريق طنطا. جميل. فريق طنطا لسه صاعد السنه دي الاسم كبير بس هو لسه صاعد من الدرجه الثانيه وفي المنافسه وجمهوريه شبين مع لا ما هنكمل جمهوريه شبين صاعد مع قله الامكانيات في نادي طنطا معاك السنه دي يعني في ازمه يعني ماليه بصراحه يعني السيد فارس عريبة على اخره بالظبط هو مجلس الاداره ما بيتاخرش لما يبقى موجود الجميع ودكتور لكن في ظل الامكانيات الضعيفه دي والنادي طنطا الاداره الفنيه واللعيبه عاملين مجهود ده لازم نرفع لهم كوبا انا معاك الـ 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 الاول بقى الكابتن عصام شعبان هو صاعد مع الفريق وعلى فكره انا اتفرجت عليهم فرقه من احسن الفرق في المجموعه جدا شباب صغيرين وعنده لعيبه كويسه حرك الصخر لا وكمان في حاجه اول ماتشين ثلاثه كانت النتائج مش كويسه وحصل بالزبط. هجوم من الجماهير في شبين بعد كده النهارده شبين بقى في المنافسه بقى الكراسي الموسيقيه لان المجموعه دي مجموعه الجمهوريه دي مجموعه الدوري الممتاز هاتولي اللعبه دي من الاول يا جماعه بعد اذنكم عاوزها من اول من هناك عشان اشوفها كانت فاول ولا لا برضه هاتوها لنا من الاول
شوف اللعبه دي كده يا كابتن من اول من هنا هيجيبوها لنا دلوقتي وهخليها معاكم. اتفضل يا كابتن. فهي المجموعه دي مجموعه دوري ممتاز، مجموعه جماهيريه، دي مجموعه جداً. دي مجموعه غير مجموعه الصعيد وغير مجموعه القاهره. انا معاك، لان كل مباراه هتلاقي فيها الجماهير بتاعه الفرقتين موجوده، كل هنا وهنا. ماتش شبين نابروك جماهيرها كانت موجوده في ملعب طنطا كابتن، شبين ماتش شبين في طنطا، في طنطا كانوا موجودين. الماتش اللي فات اللي شبين كسب فيه طنطا وبقى الاول. شفت الجماهير كانت قد ايه؟ بص جماهير طنطا جمالها قد ايه وجماهير شبين جمالها قد ايه. طنطا ما بتسيبهمش بالظبط، طنطا ما بتسيبش. وجمهور منصوره دي كرنس، المنصوره وادي كيرنس والاولمبي والبلديه. البلديه ايه ده؟ لا في في والحمام، والحمام الضبع برضه جماهيرها برضه مطروحه. لا في في دي انديه جماهيريه، في انديه جماهيريه دي مجموعه تستمتع بيها بالمباراه. الجماهير موجوده وفيها وفيها يعني ايه، فيها حلاوه اللي احنا مفتقدينها في المباراه، اللي احنا مفتقدينها حتى في الدوري الممتاز. بالظبط، حتى يعني الجماهير. احنا لما شفنا ماتش الاهلي وماتش اسوان اول مره نلاقي السنتر مقفول، فرحنا يعني المدرج كله مقفول. فرحنا والله، والله فرحنا. فين الحاجات دي يعني؟ طب النهارده اسوان خسر على ملعبه، ما لقيناش اي سلوك سيء موجود في خالص. ما هو ده بقى اللي احنا هي دي اللي احنا عايزينها. خلاص بقى اهلي وزمالك والفرق الجماهيريه كلها، ياما كسبوا وياما خسروا وياما اخذوا بطولات وياما راحت منهم بطولات. خلاص، فمش معنى ان انا خسرت ماتش يبقى انا لازم اظهر الجانب السيء عندي. لا، اللعبه من اولها شفت اللعبه دي فاول ولا لا؟ هتقول لي بقى لا، دي كانت اللعبه. ارجع بقى كده تاني فيها، هاتها لي تاني، هاتها لي تاني. معلش يا طارق، معلش ارجع لي فيها تاني. هي الايد، الايد مش باينه. لا شوف لي بس كده من هنا عشان برضو ايه من اول هنا. الايد بتاعت الاصفر ممكن هو مكتف دراع الشمال بتاع الاحمر دي، يعني هو ماسك دراعه وبيتحرك بيه في اللعبه دي. ما كانتش، لان اللعبه دي ما يحكمهاش الصفاره، اللي يحكمها الراي. الراي، لان المساعد هو اللي المساعد هي قدامه واضحه. ايوه في وش المساعد وقريب منه، دي بتبقى بترجع قراره، بترجع قرار الاتفاق اللي ما بين المساعد والصفاره. ساعات الصفاره بيقول له ما يعني سيب الحاجات دي كلها بتاعتي، وساعات بيقول له الحاجات اللي قريبه منك اديني قرار فيها. واضح يا كابتن علاء، اللي هو عشان الحكم مشى اللعب يبقى حامل الرايه ما ادالوش اي بس حبيت اجيبها عشان ندي كل واحد حقه برضه، ما حدش يزعل. لكن الدحى حط هدف جميل، جميل لعيب. الاستلام بتاع الراجل اللي جهزها له، جهزه واداها له على طبق. بالظبط، انت متخيل هو لقى الاثنين لعيبه نابورو هيسابقوه، استلم اللي جوه الملعب وراح متحرك بالعرض، والثاني كان متحرك 10 على 10 سابها له وحطها. برضك ممكن اثنين زمايل في موقف زي يا كابتن دكتور ايهاب، هو جاي مواجه لزميله، خد بالك من الموقف، يحصل طمع فيها، يحصل طمع وما يسيبلوش الكوره. لكن الربط اللي حصل وهو كان عنده رؤيه وكان في يعتبر حصل ربط، واخد قراره بمين هعملها فين. هو خد قراره في الجزء من الثانيه اللي هو يسيب له الكوره، لان هو ممكن ما يسيبش الكوره، هو واخد القرار، عارف هيعمل ايه في الكوره، والدح في جزء من الثانيه واخد القرار. فدي حلاوه الجول. عارف 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 الجون ده ايه بالجمال ده ليه؟ عشان ارضيه الملعب كويسه. صح، مستوي. لو الارضيه وحشه كانت الكره هتتنطط، مش هتروح كده، مش هتروح كده. كان هو بيلعب ممكن تعلى تعلى منه في تبقى بره، كان ارضيه الملعب هي اللي هي اللي عملتها كده. ده هدف دي كيرنس، طبعا كان خطا من حارس مرمى محمد شريف في طنطا. نابورو، عفوا نابورو، معلش يا جماعه نابورو، وبشكر نابورو والله، عملت مباراه كبيره جدا يعني. لا نابورو هم لسه صعبين. سيد احمد ابو ضحى كان موجود رئيس النادي ومجلس الاداره، هو على طول موجود معاهم، ما سيبهمش. وادي الهدف الثاني الدح برضو اهوت، على طول موجود في المكان، المتابعة. أيوة. في المتابعه والمكان. فهي كانت فرحه طبعا، وكابتن عمرو ووليد المحروقي وكرامي مجموعة وسامليلا، الكل بصراحه كل كان فرحان بالفوز في المباراه دي. ده بايونيرز والمنصوره بقى. كابتن كرامي شايف المنصوره ايه اللي بيحصل؟ بص يا دكتور، المنصوره المعاناه مش من دلوقتي، المنصوره بقى لها اكتر من موسم في معاناه. بمعنى شوفوا الهدف ده كده تسلل ولا لا؟ معلش هنقطع واحده واحده برضه. ارجع لي يا طالب بيها ان الهدف ده اتلغى بداع التسلل. نفتح كويس ان الكاميرا مفتوحه، مش مفتوحه بس بعد كده مش هتبقى مفتوحه. شوف بقى، شوف بقى كابتن اهو هنا لسه اهو العوض اللي هو اللي اتحسبت عليه تسلل. شوف بقى هو فين اللاعب، بص بس يا كابتن، ما فيهاش بدايه طلوع الكره ده، بدايه طلوع الكره هو مش واضح، ما كانش في الكادر. انا اسيبها للرايه. احنا من هنا اذا كان الرايه يظبطها يظبطها، لان اللي انا يعني تمام. لو نرجع بدايه الاوفر، ارجع كده بدايه الاوفر كده يا طيب، معلش دول المنصوره ما اعترضش على دي. بعد كده على الاوفسايد، ولا اعتراضه على ضربه الجزاء. هنشوفها دلوقتي الكره ديت، الرايه هو اللي يحسبها، احنا من هنا ما نقدرش نشوفها لان التصوير انا
التصوير في الاول كان فاتح الكاميرا كانت باينه، بعد كده احنا تمام. شفنا الكره وهي عندها. طيب على كابتن اكرامي، كابتن احمد سامي، كابتن ياسر حسين، ثم كابتن ياسر الكناني. دلوقتي ما هو دي الجزئيه اللي كنت عاوز اكلم حضرتك فيها. فرقه المنصوره ما فيش استقرار فني. الاستقرار الفني بيجي من اللي انت بتختار مدير فني على مستوى محترم. هو كان الله في عون الاداره برضو، الجماهير الضغطه والفرقه دلوقتي يعني مضغطين، فالراجل يعني برضو اللي عامل حمد شنم. تمام تمام يا دكتور، بس انا عاوز اوصل رايي في ايه. لعبه بتتلعب برضو. ايوه بص، في طلوع الكوره ما هو مش باين، مش باين في طلوع الكوره، بس انا عاوز رايي. لو رجعنا بس معلش، يرجع بس يرجع ارجع 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 كمان 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 كمان. بص هي في الهواء كده، هو مش تسلل. هو في الهواء مش بص فين، ارجع كمان ماشي، متغطي من الناحيه اليمين، متغطي من ورا الراجل اللي قدام المدافع. مغطيه مغطي. ده وجهه نظري. لو طلعته ولعبت كده ما هي على كده مش اوفسايد. هي ممكن بقى في اللعبه الثانيه بقى. بص بقى كده، بص يا كابتن، بص بقى هو اهوت راجع منين بقى هنا كده، هو كده هو بيشوط ارجع. ايوه في بقى لاعب فين حتى، استنى هقول لك، بس هي راحت على مين؟ كمل اللعبة. راحت على اليمين ده، اللي على اليمين هو جاي من تسلل. على اليمين ده يبقى تدخل في اللعبه. ايوه تدخل في اللعبه، في اللعبه الثانيه. أيوة. تسلل ماشي 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 ماشي. طيب في اللعبه الثانيه هو اللي عملها التسلل، هو التسلل الثاني، هو التسلل اللي تدخل مع الكوره كمان. لو كان وقف بس كان التسلل في الثانيه، في الثانيه مش الاولى. الله ينور. طيب فالاستقرار الفني بيجي من إدارة واعية بتختار مدير فني على مستوى الهدف والطموح اللي هم عاوزين يوصلوا له. فرقة المنصورة فرقة من الفرق الكبيرة واللي عندها باع في الدوري الممتاز. فأعتقد كان لازم الاختيار الفني يبقى يحصل بعد ما يختاروا المدير الفني، يحصل استقرار فني من أجل الهدف اللي هم أكيد حاطينه. كابتن علاء، فرقة المنصورة من الفرق اللي هي عاوزة ترجع تاني للدوري الممتاز. فاعتقد كتر تغيير المدربين برضك اثر شويه. ونقول ليه تغيير المدربين؟ اعتقد ده سؤال نساله للاداره. هل هم كانوا موفرين المناخ بكل تاكيد؟ ده موفر. بس انا هقول لك في نقطه تمام. بعيده، هنرجع ورا شويه. تمام. السنه اللي فاتت الكابتن ياسر الكناني راح المنصوره، والمنصوره كانت هتهبط بالظبط، وما كانش فيه امكانيات خالص. تمام. وما كانش فيه حتى اللعيبه المستوى اللي تقعد الفرقه. تمام. هو قعدهم، جينا السنه خلصت لقينا الكابتن ياسر مشى والكابتن ساري هو اللي مسك. طيب. هو ده اللي حصل. طب خلوني اخد النهارده ياسر الكناني رجع تاني. طب انت ما صبرتش عليه من الاساس ليه؟ طيب خلوني اخد الاجابه، انت مقتنع بيه. طيب ناخد الاجابه من العميد محمد بسيون. رئيس نادي المنصوره وصديقنا العزيز. سياده العميد مساء الخير واهلا بحضرتك. سياده العميد، الو الو. سيادة العميد مساء الخير. أنا سامعك يا فندم كويس. إزاي حضرتك يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. دايما يا رب. هارد لك يعني نقطتين معاك اللي هما بيأثروا جدا في مشوار الفريق، لكن هي كرة القدم كده بكل تأكيد، لكن أتبع ذلك تغيير في الجهاز الفني واستخدام الكابتن ياسر الكناني ليصبح مديرا فنيا. وهنا معايا كابتن علاء نوح، كابتن إكرام عبد العزيز. كابتن علاء بيتساءل، كابتن ياسر الكناني في الموسم الماضي هو اللي أنهى مع الفريق وأنقذ الفريق وخلاه في البقاء، لماذا تم الاستغناء عنه مع بداية الموسم ثم عودة الكابتن ياسر الكناني مرة ثانية؟ الأول تحياتي لحضرتك والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. منور مكانك. الله يكرمك. ودايما متألق. وطبعا تحية كبيرة قوي للكابتن المجموعة الجميلة المحترمة اللي أنت دايما كل يوم كده بتتحفنا بيها. أشكرك. ومتشكر لنا معاك. تحت أمر. هناخد الموضوع الأول. لازم أبدأ كلامي باعتذار لبناتي منى وملك. تمام. ان هم يشوفوني وانا متعصب على الشاشه او متعصب كده. كلنا ضد اي حاجه اخلاقيه او اي اعتراض ممكن تحصل لنادي المنصور. جميل. بتاسف لاي حد يشوفني في منظر انا ما احبش اشوفه بنفسي كمرايه. تمام. محترمه. جميل. ده مبدئيا لازم يحصل مهما حدث داخل الملعب. جميل. ولكن الموضوع باختصار اتمنى بعد اذن حضرتك وعدتنا ان انت حضرتك تعرض موضوع البلانتي. هتقولنا طيب تمام. البلانتي مش موضوع بلانتي. انا كنت بقعد جنب رؤساء الانديه واسال مثلا كفر الشيخ، اسال اي نادي جه كسبني على ارضي. اسال اي نادي انا كسبته على ارضه. لما كنت بيجي جون امسك رجلي اللي جنبي اقول له ما تفرحش عشان رئيس النادي اللي جنبي ما يزعلش. جميل. انا عارف على حضرتك كده. احنا كنا بنسقف للفريق اللي بيكسبنا ويخرج معزز مكرم
عشان الحته دي من ودي اول ما اخلاقيات المنصوره ومجلس ادارته اللي احنا نعرفها كلها باخد بالي منها قوي. انا قاعد بره لقيت الولاد عندنا بيعترضوا على الايمان والحكم بيقرب، انا نازل ابعد الولاد عندي خالص. فالحكم جه في وشي في وشه، فبقول له طب وبعدين؟ قال لي يعني، قلت له عاجبك كده؟ قال لي اه عاجبني كده. قلت له لا ما ينفعش تقول لي عاجبني كده، يعني هي قدره؟ راح ردد عليا اه هي قدره. قلت له طب عشان خاطر ما نخشش في قدره وغير قدره ناخد ولادنا ونمشي اذا كانت قدره. قال لي لو ذكر اعملها. فانا ما بعد ما يقول لي كده مطلوب مني ايه؟ قلت له والله العظيم انا ذكر، بس بعيدا ان انا ذكر ولا مش ذكر دي نتكلم فيها بره الملعب. ده المشهد. ورحت قايل بقى في قناه امبارح قلت لهم لو الحكم كذب وقال ما حصلش انا هقدم استقالتي من نادي المنصوره. تمام؟ النهارده بعتنا مذكره للسيد رئيس الاتحاد، بعتنا مذكره لجنه المسابقات، بعتنا مذكره للجنه الحكام. كلمت الكابتن محمد فاروق، طلع راجل شايف شغله بشكل بروفيشنال بصراحه. محمد انا وانت مختلفين على البلانتي، جايز تكون من بره، اما هي مخالفه هي مخالفه. قلت له شكرا، انا ما ينفعش انا اتكلم بعد كلام حضرتك. وما حدث من الحكم؟ قال لي الحكم طلع محترم، انا سالته قال لي حصل المصطلحين دول، فقلت له بعد ما انت تقول حصل انا وقفته. قلت له كتر خيرك، سلام عليكم، لو سمحت اوعدنا ان هو اللي جاي يعني انا يعني هو بيبرر لي ان هو لازم عشان المنصوره بتلعب مع فرقه هابطه او فرقه ده كلام من ده، فلازم مش هجيب انا حكام دوري ممتاز يغطوا الدرجه ديت بالشكل القوي. بس انا برضه انا هتوقف بقى في حته برضه، معلش انت عارف مدى معزتك عندي. تمام اتفضل. انا برضه يعني تم الاتصال بكابتن محمد فاروق برضه قبل الحلقه، وقال لي انا قلت لسياده العميد اذا كان الحكم اخطا هيتوقف. تمام؟ قال لي اذا كان لما كان اخطا الحكم انا هوقفه. برضو عمرو عبد الفتاح يعني من الحكام الكبار مش صغير، يعني ده اخر سنه له تحكيم، ومن الناس اللي برضو لها تاريخ في التحكيم جدا خصوصا في القسم الثاني. انا معاك اذا كان تلفظ باللفظ ده لا خطا مليون في الميه، ومحدش يسمح بيه اطلاقا اطلاقا. احنا عاوزين العلاقه تكون محترمه ما بين عناصر التحكيم، ودايما انا اقول ابتسامه الحكم هي ممكن تطفئ شرر اي شيء. مش معنى ان انا اكون حكم قوي ان انا ابقى عنيف ولا انا اطلع مش عارف، لا الحكم بهدوءه وبراحة باله وبان هو بابتسامته ينهي كل شيء. لكن حتة بس ايه اللي انت هتجيب حكام دوليين لكل، وهتكتشف حكام ازاي؟ عمرو حكم كبير، ده قصدي يعني. اتفضل يا فندم. قالها لي يا فندم وقال لي بقى، قلت له بعد اذن حضرتك الفترة الجاية فترة صعبة، ارجوك بعد اذنك تجيب ممتاز، ما تجيبش ممتاز لو تكرمت، احنا في فترة فيها شائبة. النهاردة هبي بعد اذنك بصفتك اعلامي او بصفتك عضو اتحاد، ارجوك عشان خاطري الحوارات الجانبية ما بين الأندية وما بين الدنيا في حجم مبالغة فيما يحدث، الحكام مظلومين. أنا عايز أقول حاجة، إحنا بنقعد على القهاوي، لما بنقعد على القهاوي بنتكلم الناس بتتكلم، طب بس قولوا لنا بس مين الحكم اللي جاي عندكم إحنا هنتعامل معاه. لا هقول لحضرتك حاجة بقى، بص يا سيادة العميد، شوف أنا موجود جوه مثلا الاتحاد أهو، هتكلم بصفتي في الاتحاد، أقسم لك بجلال الله مش أنا من طنطا، تمام؟ والله العظيم ثلاثة ما بعرف الحكم غير لو أنا رحت شفت المباراة مصادفة، وما نزلوش غير لو لقيته حكم كويس بعد المباراة أهنيه. والله العظيم أقول للجنة الحكم ده كويس، شفت حكم من ضمن ذكر اسمه هايل، قلت له الحكم ده ممتاز جدا، شفته في طنطا وبره طنطا. يا فندم على فكرة أنا يعني أنا معاكم. أنا لا يعني أنا عاوز أقول لحضرتك إيه، الناس اللي بتتكلم كده مالهاش مصداقية، مفيش واحد حكم هيضحي بنفسه وبسمعته عشان أي نادي من الأندية. فالكورة بلانتي أو مش بلانتي إحنا ياما شفنا ده. معاك. أنا في ماتش الأولمبي الدور الأول. ما حدث فيه كوميديا تراجيدي. اتحسبت علينا بلانتي، قعدنا ربع ساعة نحتج الناس، حكم والله مان قال له لأ وقال له أه واتلغت. أنا مش راضيني ده برغم إن هو حصل ليا. ماتش تاني الراجل اللي جنبي قال رئيس النادي اللي جنبي قال لي أنت اتظلمت، قلت له ما تشغلش بالك. والبلدية اتظلمت وطنطا يعني دخلت هدف ما حسبش. الموضوع مش فارق معايا. والمجد السكندري كل الفرق، المجد كمان. احنا بنساعد المنظومة لسبب واحد. أنا مع حضرتك. احنا بنساعد المنظومة تماما. نرجع للكلام المحترم بتاع الكابتن ياسر الكناني. كابتن ياسر الكناني والكابتن احمد ساري اللي جاي مدير فني بدايه الموسم، عارف ان الكابتن ياسر الكناني كان المرشح الاول ان هو يستمر. كابتن ياسر الكناني كان له مزاج يجرب بره، واحنا رحنا له بعد ماتش المصري 5 مرات عشان يكمل معانا، عشان الراجل
كان عنده المصداقيه التامه معانا لما جينا احنا استلمنا وجبناه قال لنا يا محمد هات الورق هات اسامي اللعيبه انت من ال 11 لل 13 ده اخرك معايا احنا هنفضل السنه دي. قلت له ونكمل السنه الجايه. وتقرير الكابتن ياسر الكناني هو اللي الكابتن احمد ساري مش عليه. تمام؟ يعني ما خرجناش على النص نهائي. تمام؟ وحجم التليفونات اللي كانت بين ياسر الكناني واحمد ساري على مدار الموسم انا اظن ان هي كانت على شكل بروفيشنال بشكل غير طبيعي. فياسر الكناني ما سابش نادي المنصوره نتيجه رغبه من الاداره، ولكن هي رغبه منه شخصيا انه كان له مزاج يروح القاهره. انت عارف احنا كاقاليم دايما بنميل الى القاهره لاسباب ماليه، اسباب ادبيه، اسباب اجتماعيه، مصطفى عبده، مش عارف مين. لما بناخد فرصتنا ما بنصدق نمسك في القاهره، عشان تعرف زي حضرتك كده مثلا الكوادر بتاعتنا بنفرح قوي لما حد يكون من عندنا من الاقاليم في القاهره ماسك مناصب هناك عشان بتبقى فيها صعوبه. النقطه الثانيه ياسر تحسين راجل مقاتل شهيد ان هو رضا يقوم بالدور لغايه ما نختار من الناس الافاضل جدا طبعًا. والله جدا ادبا وخلقا واحتراما وفنياتا. فحته ان ياسر تحسين كنا في مرحله مراهقه وكان في حوار في نص السنه احمد ساري اعتذر مره واثنين واحنا تمسكنا بيه كتير. تمام؟ احمد ساري ده صديق الاول واخ هو بس عليه ليا اكله سمك مستويس 25% من مرتبه لازم هيكون عندي اكله سمك وانا قدامه اهوت لسه بدبسه فيها قدام حضراتكم. تمام. فالعلاقه قويه جدا. ياسر الكناني لما جه يقعد معانا امبارح يا ياسر قول لي زي السنه اللي فاتت. قال لي الحد الادنى بتاعك من الثالث للخامس. باتفاق بيني وبينه زي ما هو جه قال لي من 11 ل 13 اما قلت له الصعود قال لي نسب موجوده فيه والنسب دي قويه جدا ولكن اللي انت تستلمه مني من الثالث الخامس بعد توفيق ربنا طبعا ما فيش حاجه اسمها كده. فبالتالي اخواتنا الافاضل اللي بيتكلموا لا انا واثق ان احنا عندنا فرقه قويه، انا واثق ان عندنا لعيبه احمد ساري بذل مجهود جامد جدا على تشكيلها ونجح فيها، عندنا شويه اخفاقات عاديه، ما عندناش متاخرات ماديه نهائي، ما عندناش وحتى اللحظه دي ان لعيب له مليم عندي، عندنا خلفيه جماهيريه محترمه جدا واقفه معانا، ولكن هو دايما ولاد البلد الرغبات فيهم او الضغط اللي عليهم دايما بيهربوا من ناديهم عشان دايما زمار الحي لا يطرب ودايما بيبقى فيها شويه حاجات بسيطه كده. فاحنا المناخ كله متخصب وانا بشكرك جدا واحنا اللي بنتمنى الاستقرار طبعا لقلعه كبيره من قلاع الرياضه في الدلتا كلها في مصر، نادي المنصوره اللي قدم لمصر اسماء حدث ولا حرج. بنتمنى لكم التوفيق سياده العميد محمد البسيوني رئيس نادي المنصوره. ومرة تانية بأكد على أن عمر ما حكم بيخطئ متعمدا إطلاقا، حكامنا شرفاء لأقصى درجة. بعض بقى يردد زي ما قلت لسيادة العميد يتعامل مع الحكم، بعض الناس اللي تقول لا مش حاجة مني حكامنا شرفاء بكل ما تعني الكلمة، بس طريقة الحكم بس كابتن كانت معاه صعبة ممكن يعني الكلام اللي اتقال ده حقيقة ده طبعا هيبقى فيه الأمر معروض ما ينفعش حتى يعني أنت بتكلم كمان رئيس نادي أنا بقول وما ينفعش أعمله مع لعيب كمان مش مع رئيس نادي هو بص لازم الحكم بابتسامته بهدوء والدنيا لأن المنصورة ده فريق كبير أصلا ويعني بصراحة أنا بنحيي العميد محمد بسيوني إن إحنا أول مرة نلاقي فريق المنصورة عندهم فائض ميزانية يعني كنت سامع من 3 4 شهور في فائض ميزانية حوالي 3 مليون فدي حاجة تتحسب لمجلس الإدارة ما كانتش موجودة قبل كده. طيب شايف المجموعة كابتن إكرام هتمشي إزاي الفترة اللي جاية؟ لا لبنان طبعا قريبة جدا أنت بتتكلم لغاية المنصورة طبعا المنصورة وبروكس 27 28 تمام من نص المجموعة بتنافس يعني نص المجموعة قريبة جدا مباراة بثلاثة بونت ممكن تخليك مركزين ثلاثة يعني انت بتتكلم 34 ديكيرنس 33 طنطا 33 شبين بلدية المحلة 31 أبوير 31 31 كفر الشيخ والمنصورة 28 بول لا مجموعة زي ما كابتن علاء قال كفر الشيخ 31 31 المنصورة 28 والمنصورة يعني أنا عاوز أقول الـ معظم المجموعه فرق جماهيريه والفرق الجماهيريه عموما دكتور بيبقى عليها دايما ضغوط ضغوط المنافسه ضغوط التواجد ضغوط الصعود ضغوط التواجد نفسه ده عاوز نوعيه لعيبه مختلفه شويه المجموعه دي هتفضل انا وجهه نظري هتفضل للاخر يا كابتن علاء تفضل للاخر وانت بتتكلم في هيبقى في 3 4 5 فرق انت بتتكلم ديكيرنس فرق ديكيرنس كان الاول الاسبوع اللي قبل اللي فات
وبعد لا الاسبوع اللي قبل فات كان طنط. الاسبوع اللي فات اللي فات كان شبين اللي فات، اللي قبليه كان طنط 30 31، كان طنط اللي قبليه كان 30 31 30، واللي قبليه كان دي كان تمام. فانا عاوز اقول ايه، انت بتتكلم في مباراه ممكن الاسبوع اللي جاي تلاقي الترتيب ده مختلف خالص، فانت هتفضل كده لنهايه الموسم، وده اللي بيدي حلاوه المجموعه يا دكتور. المجموعه مجموعه شرسه جدا، مجموعه قويه جدا، وده اللي مدي طعم وكل الانظار على المجموعه دي، لان مجموعه جماهيريه وفيها اسماء كتير لعبت دوري ممتاز يعني. دفاع الاولمبي اللي فاز بالبطوله نفسها او الدوري، البلديه الحصان الاسود، طنطا، الليامه، جمهوريه شبين، المنصوره، كفر الشيخ، بنجومه الكبار، كفر الشيخ، الاولمبي فاز بالبطوله يعني. طنطا. لا يعني انت بتتكلم كمان جماهيريه هناك، هنا دول يعني المجموعه دي جماهيريه باغيه خالصه يعني. على الاخر. طيب نشوف ضربه الجزاء بتاعه البلديه بتاعه المنصوره اللي بيطالبوا بيها يا جماعه ولا مش جاهز؟ طب نشوف التقرير وبعد كده نحضرها. طيب نشوف التقرير على المجموعه دي، اتفضل يا شباب. عند عاطف الاسلام هيفرق، ياخدها لنفسه والقادمون من الخلف، هيعدي هيفوت هيبص ولا هيشوط اتاخر للدحه حلوه عالمي هتلاقيها طول تاني من جديد داخل منطقه الجزاء، لكن الشيك بتقع منه الكره خطيره مش عادي طول تاني ليه عبد الرحمن الدح عايز ياخدها لنفسه كده عبد الرحمن يلعبها لاحمد اصلي تاني هيلعبها من مره واحده ويشيلها عرضيه حلوه واحمد علي خطيره خطأ خدها لنفسه حلوه الدح التاني الدح التاني يعني بقول الحمد لله بقول مبروك لنادي طنطا لعيبه مجلس اداره جمهور وجهاز ثلاث نقط كانوا مهمين خصوصا بعد الخساره اللي فاتت بتاعت ماتش شبين دخلتنا تاني برضو في المنافسه ويعني بتلعب فرقه محترمه مع جهاز فني محترم عملنا ماتش انا يعني من وجهه نظري عملنا شوط اول يعني مش عايز اقول ممتاز يعني ممكن اقول جيد جدا خطا مننا يعني بعد احراز الهدف خطا مننا دخل فرقه نابورو في المباراه حالة التراجع اللي حصلت في الشوط الثاني انا شايف انها يعني حاجه طبيعيه اللعيبه عايزه تحافظ على المكسب حاولنا ان احنا نمسك كوره ونهدي الملعب شويه ونعتمد على الهجمات المرتده بس ما كانش فيه نصيب ان احنا نجيب اهداف الشوط الاولاني طبعا انا مش راضي على الشوط الاولاني خالص يعني مش عارف كان في ايه في رهبه في ما تعرفش في ايه الشوط الثاني كنا احسن وامتلكنا الكوره وامتلكنا الشوط الثاني كله ضاع برضو فرص لنا بس هي كرة كده يعني اقول الحمد لله على كل شيء فالحمد لله والفتره الجايه يا ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله يا رب ابو اليزيد يلعب الركنيه وفليكس حدك فاتك من شيكو مره ثانيه الفليكس محمود عبده محمود يلعب الكره واحمد امين يتالق محمود عبده محمود عاطف حسين لعب الكرة لمحمد حمودة واللمسة العربي حسين عبد الكرة بقى علي شوقي علي شوقي جول جول الحمد لله على كل شيء احنا بس بنقول بنحمد ربنا على الاداء بتاع اللعيبه كان اداء كويس النهارده وكنا في حاله كويسه النهارده لكن انا شايف حاجه مش كويسه بس يعني مش هتكلم على حاجه انا مش هتكلم على حاجه انا بس عاوز اتكلم ان في ممكن في شك ان في ضربه جزاء مش هتكلم انا ما بتكلمش على حكام ولا كده انا شايفها انا من خلال الملعب لكن لما انتم بتشوفوها من خلال القناه او من خلال مراجعه المونتاج وكلام من دوت احكموا عليها بنفسكم حتى احنا جبنا هدف في اخر المباراه انا شايفه هدف صحيح 100% هدف لان الراجل واقف مع الحارس على خط واحد او ورا الحارس كمان مدافع والحارس والراجل بتاعنا لوحده خالص وحط الكره هدف برضو الحكم برضو لغى الهدف مع المساعد فانا مش عارف اقول ايه بصراحه فاحنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى على النتيجه وعلى الاداء بتاع اللعيبه كانوا رجاله النهارده كريم اشرف على التنفيذ صوب شيخ اسلام على طول يلف الكره مبروك لديكيرنس طبعا تاني المره المليون احنا مالناش دعوه بموضوع فرقه ديكيرنس ربنا يكمل لهم على خير احنا عايزين حقنا بس انت زي ما انت شفت الحكم بلن اول 16 ثواني ننزقين بعض من الفرقه الثانيه يطردوا عند المجد ويسيب الفرقه الثانيه وزي ما انت شفت احنا بنلعب 10 شوط ثاني واحنا احسن بكتير الحمد لله طبعا ربنا كرمنا الجهاز الفني وجرؤته وشغله اللي اتعمل والثقه دي حاجه كويسه جدا عوده الجماهير والفوز كان مهم جدا كاول ماتش او كاول مباراه على ملعب نادي ديكيرنس مهم جدا الفوز على الملعب ده عشان حتى روح اللعيبه وثقه اللعيبه وده شويه اثر على الاداء في بعض الفترات ولكن في الاخر الحمد لله بشكر الجهاز الفني بشكر اللعيبه الرجاله على روحها بشكر الجماهير اللي جات النهارده وان شاء الله بتمنى ان الجماهير تزيد الفتره اللي جايه. انا مبسوط ان احنا رجعنا لملعبنا شكل الجمهور النهارده حاجه تفرح جدا بهدلهم النهارده الفوز والمجلس الاداره الحمد لله احنا سعينا للمباراه وعارفين ان فرقه المجد فرقه محترمه جدا
جايين من الخساره فكان عندهم دوافع، لكن الحمد لله احنا دفعنا الدفع لينا احنا اكبر ان احنا من حقنا وحق مشروع ان كل فرقه تنافس على الصعود. الحمد لله انا دايما اقول لفرقتي انت ما تفكرش في حد، العب انت واكسب واكيد ربنا هيهديك حاجه تانية، بس اتعب يعني لازم تتعب عشان ربنا يديلك. فالحمد لله بشكر اللعيبه النهارده قدم مباراه بروح عاليه جدا، انت عارف ملاعب ترتان دي بتبقى مجهده جدا، لكن الحمد لله النهارده اللعيبه ادت بشكل كويس وادت بروح كويسه، استحقوا الحمد لله المكسب، استحق مجلس الاداره، بشكر جمهور دكرس، واتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى الفتره الجايه انا بتمناها والله يعني بالجمهور بالشكل ده، اتمنى دكرس يبقى موجود في الدوري العام ان شاء الله. رجعنا لحضراتكم مرة ثانية، هاتوا لي يا جماعة ركلة الجزاء اللي بتطالب بها نادي المنصورة عشان ناخد فيها رأي الكباتن قبل ما نروح للمجموعة الأولى. جاهزة طيب؟ طيب لغاية أنا عاوز بس بعد إذنك يا دكتور أقول جزئية بالنسبة للعميد محمد والكابتن دي ركلة الجزاء الأول. ده الهدف يا جماعة، ده الهدف الملغي ده. طيب الثاني على مهلنا على مهلكم. علم. طب اتفضل يا كابتن اكرام على ميه. بالنسبه للمباراه اكيد الكل الفتره دي مشدود يعني رئيس نادي مدير فني حكم في مسؤوليه كبيره جدا. اولا انا بتكلم على كابتن عمرو عبد الفتاح من الشخصيات المحترمه دي ركله الجزاء الاول. تاني كده هتبقى واحده واحده كده. هي يا كابتن اتحسب اتحسب يا كابتن يعني هو فيها بدا من بره والتاني كمل معاه وكمان هو خد بالك لو وقع في الاول كان على الخط يا كابتن علاء لكن هو فضل معاه فرق معاه لغايه ما دخل جوه ما دخل بيه لجوه اللي دخل بالزبط. ممكن فيها رجله الشمال بتاع بايونير على الخط بالظبط لا رجل الشمال بتاع بايونير مصمم حاجز الراجل واخده عشان ما يوصلش فيها 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 كلام الصراحه يعني وجهات نظر فانا بتكلم الكابتن عمرو عبد الفتاح من الحكام الكبار جدا والمحترمين جدا, جداً, جداً. شخصيته محترمه جدا على المستوى الاخلاقي لكن على المستوى الفني كمان حكم كبير وخبرات كبيره. العميد محمد بسوني راجل يعني انا كنت حتى بتسال قبل ما هو يخش هل الامكانيات كانت متوفره لاي مدرب بيجي فهو وضح الامور دي هو يعني بامانه انا بشكره على اللي هو موفر كل الدعم لاي مدير فني لفرقه المنصوره. فرقه المنصوره من الفرق الكبيره اللي احنا عاوزين نشوفها اكيد في الدوري الممتاز لكن عاوز اقول الحكم اكيد ما بيبقاش قاصد لا طبعا يا كابتن يا دكتور ايهاب ما بيبقاش قاصد يعني الحكم في الاول في الاخر بيتقيم عاوز يوصل لمرحله النجاح بشكل كبير لكن الحكم ما بيبقاش قاصد اللي هو يخطا ممكن يكون قرار في اي لعبه يا كابتن علاء ممكن يكون من وجهه نظره ممكن يكون واقف اصلا في وقفه معينه مش شايف اللعبه ممكن كل ده بيتاخد قرار في جزء من الثانيه ده ما يقولش ما نقللش من كابتن عمرو كابتن عمرو من الحكام الكبيره طبعا. جدا طبعا. والعميد محمد بسوني الراجل موفر زي ما بيقولوا لبن العصفور لفرقه المنصوره عشان تصعد فاحنا بنقول الفتره دي مشدوده فيا ريت يا ريت من الجانبين الحكام الابتسامه والمعامله بالظبط ومجالس واللاعبين والاجهزه احترام الحكم اللي موجود وقراره نافذ ده اللي عاوزين نوصله عايز اطلب حاجه بقى من الحكام اتفضل ما تلعبش مباراه في واحد خارج الاسكور موجود في الملعب لا ما فيش في الفتره دي لا ما فيش ده المراقبين ممنوع ايوه بالفتره دي المباراه بيبدا مشدودة. قبل المباراه الامور تمام اول ما بتبدا المباراه بيبتدي بيتسلم من هنا وبيتسلم من هنا ما بيحصل مشكله بتكبر يعني طيب. ده الفتره دي بالذات لان مجموعه بحري دي كمان بالذات مجموعه جماهيريه وبعدين اسماء كبيره
اسماء كبيره موجوده، فالامور صعبه على الكل. طيب نيجي لمباريات مجموعه صعيد الوقيمه اليوم. اسمنت اسيوط يتعادل مع شبان قنا بدون اهداف، تليفون يشوف يفوز على الفيوم 1-0، اسامه خليل. الالومنيوم خسر من لافينا 1-2، رجب مارو عبد الرحمن عوده للافينا، واحمد وجيه للالومنيوم، واهدر احمد حمودي ركله جزاء في الوقت الضائع للالومنيوم. في اخر المسابقات مصر المقاصه فاز على بترول اسيوط، عوده مصر المقاصه وتوقف لبترول اسيوط مع كابتن هشام عبد المنعم. مصطفى صدقه تقدم للصدفه تقدم للبترول من ركله جزاء، تعادل سيف مهدي للمقاصه، واحمد سوداني سجل هدف الفوز الثاني. النصر للتعديل فاز على الجونه 2-0، عبد الرحمن كشكش وحسام هريدي من ركله جزاء للتعديل. بكره ان شاء الله المنيا مع مركز شباب طميه وديروت مع كيما اسوان. المجموعه دي ترتيبها على النحو التالي: لافينا اصبح في المقدمه 43، لي بترول اسيوط 41، والجونه 38، النصر للتعديل 35، المقاصه 31، كيما 27 وعنده مباراه، الالومنيوم 25، اسمنت اسيوط 23، ديروت 22 وعنده مباراه، المنيا 22 عنده مباراه، الفيوم 18، شبان قنا 18، ملاوي 18، تليفونات بني شويف 17، مركز شباب طميه 16 وعنده مباراه، المدينه 11 نقطه. كابتن علاء، انا كنت قلت لحضرتك قبل كده، كنت معاك في نفس البرنامج وقلت لك لافينا وبترول اسيوط والجونه في بدايه حصل. النهارده في فرقه جايه من بعيد، النصر للتعديل. النصر للتعديل وقف الجونه وبقت 35، مش موجوده، اللي كان طالع كان طالع كيما اسوان والالومنيوم، دول وقفوا، والنهارده النصر للتعديل دخل في اللعب. الماتشات الفرقه بينهم مع بعض هي اللي هتحسم لكن لافينا يعني استثمار كله بامانه، يعني اللي موجودين كلهم استثمار ناجح، استثمار ناجح. لافينا، اسيوط، الجونه، نصر التعدين، مصر المقصه، كيما اسوان، الالومنيوم، اسمنت، كل الفرق دي فرق شركات وفرق استثمار. الفرق الجماهيريه المنيا للاسف بتعاني ومش الفيوم بيعاني. الفيوم بيعاني يعني المدينه من ورا كان الله في العون بصراحه. ما فرق وطميه، الفرق دي كلها الامور صعبه يعني، ده كفايه السفر اللي ما بين مجموعه الصعيد دي. سبحان الله، الصعيد ادي المجموعه المفترض محافظات. لافينا زي ما انت قلت استثمار، بترول اسيوط بالظبط، كله السته سبعه، التعديل، مصر المقصه، كيما اسوان، الالومنيوم، اسمنت اسيوط. الالومنيوم عامل زي غزل المحله شركه لكن جماهيريه بالظبط، واسمنت اسيوط. فالمجموعه ديت لسه برضو لافينا كان الاسبوع اللي فات كان بترول اسيوط هو الاول. النهارده كان لافينا الاسبوع اللي فات اتعادل، الجونه كسب. النهارده الجونه خسر، بترول اسيوط اتعادل، لافينا كسب بقى هو الاول. كابتن اكرام، مجموعه الصعيد مختلفه عن مجموعه بحر يا دكتور. مختلفه في ايه؟ تقريبا نص المجموعه زي ما كابتن علاء قال شركات، فعندها الاستقرار المادي، فده اللي مخليها مديها الافضليه. النص المجموعه الثانيه فرق جماهيريه وللاسف بتعاني. بتعاني ليه؟ ضعيف. عشان الامكانيات الماديه صعبه جدا. نزل قبل كده سوهاج ونزل قنا بالظبط، نزلوا الدرجه الثالثه وبني سويف نزل، فاصبح دلوقتي احنا بنتكلم بنقول الفرق الجماهيريه في الصعيد في خطر. ليه؟ العامل المادي بيلعب دور كبير جدا. لكن خلينا نقول اللي لافينا ماشيين كويس جدا، عندهم ثوابت عجباني جدا بقى لها فتره الصراحه. مستر محمود الاسيوطي وسيف الاسيوطي وائل حبيب ونائل حبيب وكابتن وائل الصراحه عاملين شغل محترم جدا، ناس بتخطط صح، ماشيين بهدوء يا دكتور، عارفين هم بيعملوا ايه، فبالتالي هم يستحقوا المكان اللي هم فيها، هم متصدرين المجموعه. بترول اسيوط منظومه مستقره برضك جدا، ما عندهمش اي ضغوط، معاهم مدرب كبير محترم كابتن هشام عبد المنعم، مدير فني كبير. انا بقول الفرقه الوحيده في المجموعه دي كلها كابتن اللي كل سنه بتطلع 2-3 رايحين دوري ممتاز، هو ده اللي كل اخرهم زلكا اللي راح سيراميكا كولومبوس. مدير فني كبير قوي بالظبط كده. طبعا الكابتن هشام لعب دور كبير جدا في وجود بترول اسيوط في المركز الثاني. الجونه برضك والنصر للتعدين يعني في زي ما الكابتن علي في جايين من تحت، وخصوصا النصر التعديل لو كمان فاق شويه ممكن يعني يخلي بترول اسيوط والجونه يبقى في وضع صعب شويه. لكن عاوزين نقول الموضوع هيقتصر على 3-4-5 فرق المنافسه بس. انت بتتكلم لافينا، بترول اسيوط، الجونه،
ممكن النصر التعدين ومصر المقصه. بس لازم مصر المقصه نحييها. بالظبط. نحييها لان ما فيش ولا لعيب كله مشى وكابتن طارق حجاج جاب فرقه ال 21 سنه وعندهم يعني بصراحه وليد شويدي سياده النائب يعني كل الشكر والله لله. الكود مقفول وهم ماشيين كده كويس. لا نرفع له القبعه كابتن طارق حجاج ومجلس اداره بتاع النادي. بالظبط بالظبط. هم عملوا احلال وتجديد وماشيين بخطى ثابته. طيب. اخونا العزيز كابتن فوزي ابو بيده طبعا بهيج بيمسي عليك وبيقول يا ريت الحكام الابتسامه زي ما انت قلت باكد عليها. الاعلامي واخويا العزيز رضا سعيد دكتور رضا بيقول اسعد الله مساكم بكل خير حلقه رائعه كل فقراتها وضيوفها والتصدي الاول كان اروع التصديات وكل التحيه لضيوفك الكرام فاذا كانت البيوت تتجمل بساكنيها فحلقه اليوم تتجمل بضيوفها وشكرا شكرا بشكرك على يعني وبيشكر الست العميل محمد البسيوني على اعتذاره الرقيق. حاضر بعض بس الرسائل السريعه بناخدها. طيب معانا استاذ كابتن اشرف ريان بيقول يعني على الهدف الاولاني هو كان فيه تسلل. تمام يا دكتور ايهاب ما شاء الله لا قوه الا بالله برؤساء الانديه في مصر وبعض الانديه العربيه. وبعدين بيقول سلام الكابتن علاء والكابتن اكرامي هدف الدحل والاحسن يسلم كابتن اشرف الشخصيات المحترمه ناحيه ناحيه الكوره ده برده مهم جدا. ده اهم شيء. وبعض الرسائل اللي جات لنا تامر كالوشه برده بيمسي عليكم بيقول مستمتع بالحلقه. كابتن هاني لبيب منورين الدنيا كلها. طبعا كابتن هاني غني عن التعريف طبعا. دكتور نصير الغلابه حبيب الاصيل سلام الهداف كابتن اكرم عبد العزيز حبيبي يا كابتن هاني تامر. حبيبي هنتابع الرسائل كلها قبل ما اطلع بس للتقرير الخاص بيها في دقيقه واحده. النهارده منتخب الشباب عنده مباراه مصريه امام السنغال هاخدكم بس فيه. النهارده كان في اصرار استاذ جمال علام اجتمع باللاعبين على حده اجتمع بالجهاز الفني على حده واجتمع بالاثنين مع حضور سيادة اللي هو حلم مشهور واكدوا على ان الكل وراهم والولاد فاتحين صفحه. ايه الرساله السريعه جدا اللي توجهها النهارده لمنتخبنا للشباب؟ انا وجهه نظري الجميع كل مصر لازم تقف مع منتخب الشباب. تمام. مسؤولين الجهاز الفني لاعبين لازم ندعمهم دعم كبير جدا. وما انا مش عاجبني اللي انا شايفه على السوشيال ميديا. لازم نقف ورا منتخبنا حتى لو الامل ضعيف. الامل موجود ما زال موجود. الولاد يعني معلش مع احترامي للاراء اللي انا شايفها ولاد كويسين جدا بس ممكن يكون محتاجين شويه صبر وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب المباراه ونبدا نعيد تقييم الامور من جديد. انا عاوز اقول للناس انت يعني مش عاوزين لا نبقى وحشين قوي ولا نبقى كويسين قوي. ما ينفعش ما ينفعش يعني احنا لو كنا كسبنا كنا زماننا كابتن علاء بنهلل ونقول والمنتخب ده والمنتخب ده احسن منتخب في العالم. احنا لو كنا بنخسر نجيب ننزل تحت الارض. ما ينفعش ده. احنا قصرنا مع المنتخب ده قصرنا معاه جماهيريا. كان لازم المدرجات دي تبقى مليانه. كان اللعيب ده هيحس بقيمته وهيحس بالملعب وهيقاتل في الملعب. النهارده السن ده يعني هو البذره اللي جايه بعد كده. مظبوط. فاحنا مش عايزين عشان خسرنا مباراه او خسرنا بطوله نروح هيدين المعبد وده يمشي وده يروح وده. احنا لازم نكمل لو احنا عايزين بنفكر وعاملين سيستم هنمشي عليه. مش معنى كده ان انا خرجت بطوله اعظم الفرق خرجت من البطولات واستقر الامور زي ما هي. النهارده الارجنتين اول مباراه مع السعوديه خسرت واخدت البطوله. بالظبط. السنغال كسبتنا في افريقيا هنا اول 86 اول مباراه خسرنا واخدنا البطوله. في الكاميرون خسرنا من نيجيريا المباراه وصعدنا النهائي فهي دي يا جماعه الماتشات ديت هي اللي بتخرج اللعيبه الكويسه وتخرج الروح وعايزين تحدي واصرار واعمل اللي عليك والنتيجه على ربنا. ده اللي الاستاذ جمال علام النهارده ورساله للجماهير. يا ريت الجماهير يعني ايه بس يعني. خلونا ورا المنتخب لغايه اخر مباراه ونكون معاهم يوم السبت ان شاء الله في تمام السابعه بالسادة القاهره. طيب اشوف تقرير عن المجموعه الاولى مجموعه صعيد وارجع اكمل مع ضيفي الكريمين. تكتيكيا شويه الحمد لله نفذوا
يعني بشكل كبير، لكن احنا ممكن كنا ممكن نجيب جوان اكتر من كده، لكن هم فرقه محترمه وتيم كبير طبعا، هم متصدر وعنده الثقه وعنده روح. احنا كانت ازمتنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده في اللقاءات السابقه، ازمتنا ازمه ثقه في السبع ماتشات اللي فاتوا. بدانا من ماتش لافينا الثقه بقت ترجع شويه شويه، الحمد لله النهارده بنكسب الاول. الحمد لله رب العالمين، فوز مهم جدا، فوز في وقته، حصل لنا دروب كده في وقت معين، عملنا نتائج كتير سلبيه. الماتش اللي فات لافينا عملنا ماتش كبير، والنهارده عملنا ماتش برده كبير، يعني كنا نستحق نكسب المباراه اللي فاتت، لكن برده لافينا فرقه كبيره وفرقه محترمه. النهارده بنلعب مع فريق كبير جدا، بترول اسيوط من احسن الفرق اللي انا شفتها في المجموعه، بحييهم على المستوى طول السنه، عندهم جهاز فني محترم وواضح ان في اداره كمان كويسه، وهم اصلا اوريدي بترول اسيوط فريق عريق وفريق كبير يعني. We are very proud about that and for sure we are. استمتعت بالجماهير النهارده وحابب اشكرهم على المسانده اللي كانوا فيها النهارده معانا، وللاسف هي دي الكوره. احنا اشتغلنا طول الاسبوع ان احنا نكسب الماتش ده وازاي نقدر ناخد الثلاثه بونت، بس للاسف اللي هي دي الكوره ما قدرناش ان احنا نسجل، فبناء عليه جه التعادل. احنا بنكمل مسيره، فطبعا اذا كنت هتكلم النهارده على ماتش اسمنت اسيوط، اسمنت اسيوط فرقه كويسه، فرقه محترمه يعني، فاحنا الحمد لله رب العالمين كبدايه النهارده النقطه لينا الحمد لله رب العالمين عليها. جميل كليب ويعملها اوفر على طول، حلوه حلوه حلوه، الله الله على العمق كده داخل ناحيه منطقه الجزاء، ولكن تطلع الكره وتروح لعبودي، عبودي عبودي وانفراد لعبودي، حلوه 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 حلوه، وحمودي حمودي على العظيم حمودي، حلوه 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 حمودي، حلوه حلوه، ولكن لسه يعني كره تطلع، الله الله الله. I'm very proud of my players, it was a hero. طبعا ماتش صعب، فخور باداء اللعيبه، كان ممكن يحصل التعادل، احنا بعد ما حطينا بعد ما كسبنا 2-0 كان في اخطاء من عندنا، بس الحمد لله احنا كان من حقنا يعني حقنا ان احنا نكسب الماتش ده، وان شاء الله الحمد لله ان احنا كسبنا. هيحتسب دقيقه تعدي الكره لقدام والعرضه وهدف. احمد صابر سند الكره لقدام هناك، ولكن فين هدف الاول. انا قلت لهم الفرقه دي على فكره فرقه كويسه من اول الدور الاولاني، قلت لهم من اصعب الفرق اللي هتواجهوها سواء في ماليه او 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 عندهم في ارضهم في الاقصر. اعتقد الناس شافت كل يعني الناس شافت المباراه من الجانب الفني، الحمد لله احنا كنا مسيطرين على المباراه، لكن كان يعني ضيعنا يعني فوز كان مستحق لينا. في لعيبه ما بتلعبش بالروح اللي هي تناسب مكان، يعني الروح انا من الاقصر يبقى لازم عندي قتال وعندي روح وعندي اراده، احنا بنلعب فرقه ما عندهاش امكانيات زينا، امكانياتها يمكن تكاد معدومه، دول جايين في ميكروباص من الملاوي لحد هنا. احنا كنا لازم نكسب، بس عدم احترامنا للمنافس بهذا الشكل ادى لك، كنا ممكن نتغلب كمان 3-2. شفت الجون الثاني زي كابتن ماجد بالظبط. يا ولد كودي خلصها من قدام عبد الرحمن مره ثانيه، يعمل العرضيه بتقلش الكوره توصل عند بروز خطيره جدا، عبد الرحمن عيسى ألف شكر وحمد ليك يا رب. يمكن الماتش الخامس ده على التوالي دي حاجة كويسة، وبنهدي المكسب للأستاذ أبو المجد، أستاذ أبو المجد مفتاح رئيس مجلس إدارة نادي شركة النصر للتعدين، وشركة النصر للتعدين هو اللي دايما في ظهرنا، هو الباشمهندس حامد وجميع الأعضاء، وكلهم بصراحة بيساندونا ودايما في ظهرنا، وأنا بهدي لهم الفوز. انا بقول الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل على النتيجه. انا شفت الماتش، احنا راكبين الماتش ومعانا جوان كتير جدا، حتى الجون اللي جايه فيا جايه كوره فيا ولعب 18. بقول مبروك للتليفونات وهارد لك للفرقه، بشكر اللعيبه على المجهود اللي عملوه، ان شاء الله نشتغل التمرين اللي جاي على الاخطاء وربنا يسهل في اللي جاي ان شاء الله. انا الحمد لله ببارك للعيبه النهارده، اداء رجولي لحد اخر دقيقه في الماتش، اللعيبه بتقاتل، اللعيبه الحمد لله صدقت ان هي ممكن تكسب في اي وقت. الفتره اللي فاتت طبعا كانت معنوياتهم يعني تحت الصفر، لان نتيجه الهزايم كتير جدا، طبعا اول ماتش تعادل مع طميه، ثاني ماتش مكسب مع شبان قنا بره، النهارده مكسب مع الفيوم، فرقه كلها محترمه، فخلاص. رجعنا حضراتكم مرة ثانية، المجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة، مجموعة الموت أيضا لعبت يوم الجمعة الماضية وعندها مباراتها غدا إن شاء الله. الاسبوع الماضي الاتصالات فاز على منتخب السويس 1-0، كهرباء إسماعيلية خسر من وادي دجلة 0-3، اس كامباني خسر من السكة الحديد 1-2 بعد ما كان متقدم، العبور فاز على النصر 1-0،
المستقبل فاز على الإعلاميين 4-1، زد تعادل مع الترسانة بدون أهداف، بورتو السويس فاز على القناة 2-1، بتروجيت تعادل مع الإنتاج الحربي 2-2. ترتيب المجموعة دي: زد 39، القناة 37، السكة الحديد 36، ووادي دجلة 35، الاتصالات 27، 27 الترسانة، بتروجيت 26 مع منتخب السويس، بورتو السويس 26 أيضا، 24 العبور، المسابقة 20، 18 كهرباء إسماعيلية، الإنتاج الحرب 17، 16 إستر كامباني، النصر 14، و9 الإعلاميين. مباراة الغد هتكون الاتصالات مع منتخب السويس، الكهرباء مع وادي هتكون السكة الحديد مع كهرباء إسماعيلية، وادي دجلة مع الاتصالات، الإنتاج الحربي مع بورتو السويس، القناة مع زد إف سي، ترسانة مع المسابقة، القناة مع زيد بكرة ده مباراة الأول والثاني، الإعلاميين مع العبور، والنصر مع إستر، ومنتخب السويس مع بتروجيت. كابتن علاء، طبعا المجموعة دي زي مجموعة الصعيد زي ما قلنا، في استثمار ما فيش غير ثلاث فرق جماهيرية اللي هم ترسانة ومنتخب السويس والسكة الحديد، أقدم نادي في مصر. سكة لما جه كابتن أمير من ساعة ما جه هو عامل نتائج كويسة، جه في الماتشين ثلاثة الأخر حصل فيه تراجع، زد ماشيين بسيستم كويس قوي، والقناة كان ماشي في الأول كويس، دلوقتي تراجع، بس في ماتش اول وتاني بكره هيفرق كتير قوي مع المدربين. الماتش بتاع بكره ده يعني هيفرق في الترتيب، يعني الزد لو كسب هيبقى عدى. السكه الحديد عنده مباراه، يعني مش بنقلل من كهرباء الاسماعيليه، بس يقدر يحط يخلي نفسه زي ما هو في المنافسه، لان من قبل ماتش الدخان كان حصل عنده خساره وحصل عنده تعادل، حصل في تراجع لان هو كان ماشي الاول. دجله ماشيين يعني منتظمين، اتصالات بدا يرجع تاني، الترسانه شغال على سطر وبيسيب سطر، بتروجيت جاي من تحت عمال بيقرب بس هيبقى من ضمن الخمسه بالوضع ده. كان هو الماتش اللي فات كان ماتش مع الانتاج الحربي، وكان متقدم 2-0 وحصل تعادل، ده اداله تراجع، يعني كان هيبقى 28 كان هيبقى الخامس. فالمجموعه ديت لسه المجموعه كلها قويه جدا. النهارده ده العبور الدكتور عطية السيد من ساعة ما راح كسب مباراتين ورا بعض، حط دول 24 بونت قريب. النهارده من ال 24 لحد ال 27 كل ده في مشكلة، عندنا مشكلة في جد والقناة والسكة الحديد ودي دجلة، دول الأربعة يا كابتن اللي هم هيبقوا في المنافسة. الخناقة بقى كلها على الخامس والسادس، على الخامس اللي هيقعد وعلى السادس اللي هو هيصفي. من العاشر يا كابتن؟ لا، من ال 24. من ال 24. من العبور. من ال 24 لحد ال 27. بالظبط. في اتصالات، في ترسانه، في بتروجيت، في منتخب السويس، في بورتو السويس، في العبور. بتتكلم في نقطة نقطتين. بورتو السويس دعم في يناير كويس، النتائج بدأت تتصلح عنده، ففي خناقة هنا في المركز الخامس والسادس يعني. لكن دجلة والسكة والقناة وزد دول بيعرفوا يكسبوا لان ما كانوش وصلوا للبونت 35. كابتن اكرام، تكمله للكلام الكابتن علاء، هو الصراع هيبقى رباعي في المجموعه دي. زد والقناه المباراه اللي جايه يعني ممكن دي يعني تقرب اللي هيكسب، يعني لو القناه كسب هي طبعا هيتصدر المجموعه. لو زد كسب يعني هو يعتبر هو بيفرق تقريبا مباراتين يا كابتن علاء. بالظبط. يعني مكسب زد على القناه يبدا ياخد خطوات نحو الصعود، بس المجموعه دي هتبقى صعبه جدا في الصراع الرباعي ده لغايه وادي دجله. وادي دجله 35 والسكه 36، فرق نقطه واحده. بالظبط. السكه بدات ترجع تاني شويه، بس هي تتعصر يعني برضك تعصرت ماتشين وبعدين رجعوا ظبطوا الامور. وادي دجله بدا يمشي كويس زي ما كابتن علاء بيقول، الصراع اللي هو ما بين خمس ست فرق فرق نقطه او اتنين، دي هتبقى بقى الحلاوه في كده. يعني انت بتتكلم في صراع الوسط ده هيبقى شرس جدا. لا ده مش وسط، اصل هنا في خمسه. بالظبط. فريق هيصعد والسادس هيصفي. انا بتكلم انت بتتكلم في صراع في الوسط، صراع قوي اللي هم الخامس والسادس. حلاوه الصراع ده فيها يا كابتن علاء دكتور ايهاب، المجموعه اللي في النص خمس فرق دول يا كابتن علاء لقاءاتهم مع الفرق اللي فوق هتبقى ضرب نار. الفرق اللي فوق اللي هم الاربعه اللي فوق يا دكتور هتلاعب الفرق دي، الفرق اللي هي في الوسط دي عاوزه تاخد خطوات للامام لغايه سبعه. المباراه اللي جايه وادي دجله والاتصالات ماتشين 35 27 خامس وسادس، مباراه صعبه جدا. مباراه ماشي الرابع والخامس. الرابع والخامس. اول وثاني زد والقناه. برضك مجموعه فيها كوره. طيب تقدر تحدد لي، واحنا اقتربنا يعني كثيرا، تحط لي فرقتين في كل مجموعه دول اللي هينافسوا لغايه النهايه؟
اقرب فرقتين كابتن علاء. انا زد والقناة. طيب دي في المجموعة دي، مجموعة الصعيد يا كابتن اكرام. لا انا اضيف سكة الحديد. قال ثلاثة زد والقناة والسكة الحديد. معاك هم الثلاثة. تمام. السكة الحديد برضك عندهم الإصرار والعزيمة. وأمير بصراحة أمير عامل شغل كويس ومنظومة الإدارة عندها رغبة كبيرة جدا في الصعود. فأنا بقول الصراحة هنا الثلاثي زد والقناة والسكة الحديد. مجموعة البحري. مجموعة بحري دي صعبة. لا بص مجموعة بحري أنا وجهة نظري هيبقى صراع رباعي في الآخر يعني مع اختلاف المباريات الفتره اللي جايه بس ديكيرنس هيتشبث طنطا ومريتشي. هو ديكيرنس عشان نقل مبارياته عن النادي الصناعي بالظبط كده فرقت مع بالظبط كده فهم لما كانوا بيلعبوا ببني عبيد النتائج ما كانتش مظبوطه لما اتنقلوا ملعبهم من الاخر كده ملعبهم حافظينه عندهم جماهيرهم فيقدروا يضغطوا على اي فرق فديكيرنس هيبقى في المنافسه طنطا هيبقى في المنافسه شيبين هيبقى في المنافسه بلديه ابو قير وكفر الشيخ واحدة منهم ممكن تخش مع انا بقول ابو قير هيخش مع ديكيرنس وطنطا وشبين والبلدية برضو هو ماشي على سطر وسيب سطر بس بيكسب ما بيتعادلش كتير عشان كده الامور كلها 34 ل 31 قريبة جدا الستة يعني بالظبط كده الصعيد الصعيد هي هتبقى يعني ثلاث فرق لا فيينا وجونا والبترول النصر التعدين ممكن يدخل والنصر التعدين ممكن يجي من بعيد كده نورتني وشرفتني كابتن علاء ده انا اتشرفت العاده متعلق دايما ده انا اتشرفت اكرام عبد العزيز دايما نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله باذن الله شكرا منسى اشمون حمام السباحه نداء الى واستغاثه الى معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي قبل ما انهي واروح لتقرير عن المجموعه الثانيه يعني بنعي عميد نواب محافظه الغربيه النائب السابق محمد زايد تغمدوا الله سبحانه وتعالى بواسع الرحمات واسكنوا فسيح الجنات وخالص العزاء لطبعا النائب الحالي محمد زايد في وفاة النائب الكبير الراحل الحاج محمد زايد تغمدوا الله سبحانه وتعالى بواسع الرحمات نلتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة أسيبكم مع تقرير المجموعة الأولى دمتم في أمان الله إلى اللقاء مصطفى بيطلعها ولكن هدف تاني هدف تاني كلاسيك لعل كورته خطر والهدف الثالث هو كلاسيك الهدف الثالث كلاسيك نقول لحضراتكم